يا صباح الفل على كل مشاهدي النهار وان والنهار اليوم. صباحكم جديد كده ونهاركم جديد ان شاء الله زي كل يوم موجودين معاكم من الحد الخميس من اول دلوقتي لحد الساعه 11 كده بتوقيت القاهره. صباح الفل كل الناس اللي بتشوفنا هاشتاج نهار جديد، الفان بيج بتاعتنا، ارقام التليفون، كل الوسائل اللي توصلونا بيها دي حاجه مهمه جدا عشان نقدر نصبح عليكم دايما. صباح الفل عليك يا دنيا. صباح النور يا خالد، صباح النور عليه كل المشاهدين، كل اللي بيتواصلوا معانا ويتفاعلوا معانا دايما على المسجات او على هاشتاج نهار جديد. صباحكم جميل، وحشتوني امبارح، انا كنت امبارح اجازه ورجعت لكم تاني النهارده عشان نبتدي بقى النهارده نتكلم مع بعض. النهارده اسماء زميلتنا غايبه، النهارده كانت هي يعني هي النهارده اجازه وانا امبارح كنت اجازه، وعقبال كده خالد ومش هياخدها. احنا كلنا هناخد اجازه جمعه وسبت. لا كلنا جمعة وسبت بس انا اخدت الاربع واسماء الخميس. مش مشكلة، هننتخ بقى وانتخل الصبح بقى. نريح راحة. يا جمعة وسبت ده. مع اني بصحى بدري برضو في الاجازة. مش مشكلة، بس يعني احساس ان انت ما وراكيش حاجة ده في حد ذاته مريح. لا وايه بقى؟ بيجي لك الاحساس بالنوم بدري مع ان يوم تاني يوم انت عندك صبح شغل. ايوه عينك بتبقى مفنجله قد كده اللي هو نامي نامي. انت عشان اتعودتي ان انت تصحي بدري وتنامي بدري فخلاص انت مهما حتى لو مش عندك شغل. لا انت لو عندك شغل الفجر يعني انا بصحى الساعه 4:30 الفجر عشان نيجي هنا ما بعرفش انام طول الليل. يوم الاجازه بقى اللي هو المفروض بقى نسهر بقى وفاهم مفيش هنام. في ايه؟ بالعكس. هي على فكره حاجه سايكولوجيه عشان تبقى عارف. الخوف انت من النوع اللي كان في الامتحانات كنت بتقلقي بقى و وعايز اقول لك لما بنام ساعة تلاقي المنهج بيلف قدام عيني وانا في وانا بحلم بيه. واللي هو قبل الامتحان بساعتين تلاقي نفسك مش فاكرة اي حاجة خالص. ايوه وانا نسيت كل حاجة، انا ازاي هدخل احل؟ انا اول ما بشوف الورقة الله اكبر 95.5% على طول على طول تحل كل حاجة. عارفة الناس اللي هم كانوا دايما كده في الامتحانات بعد ما يخلص الامتحان يقعدوا يعيطوا ويقولوا ان احنا هننقص درجات كتير وبتاع ويطلع في الاخر نص درجة. صاحبي انا كنت كده على فكرة. انت كنت من الناس اللي هم السوسة دول؟ مش كنت مسوسه، عندي احساس اللي هو ايه، في سؤال ما جاوبتوش. ايوه ايوه اللي هو ازاي، فاطلع منهار الناس تفتكرني بقى انا هسقط في الماده هشيل ماده. يجي بقى يلاقوا الايه الدرجات في اخر السنه 24.5 من 25 مثلا في الاخر. لا انا كان عندي واحد صاحبي كنا في امتحان في ابتدائي وفي ابتدائي ودخلت مامته علينا اللجنه جوه المدرسه واحنا بنمتحن. سمحوا لها ازاي؟ ما تفهميش بقى دخلت ازاي، فبتقول ها الامتحانات عامله ازاي، كانت كانت مامته مفتشه. فدخلت وهي سامح اخبار الامتحان ايه؟ ميه يا ماما ميه. سهله قوي بس. فاخبار الامتحان ايه يا اولاد؟ فاحنا كلنا سكتنا، هو الوحيد اللي ميه سهله قوي. فهي امه خرجت من هنا وهو بقى خالد قول لي جبت السؤال يا خالد جبت السؤال. قلت له والله العظيم ما انا قايل لك. فاكر المشهد بتاع كمنانا اللي هو بسم الله رايح جاي مين بنى الاهرامات؟ فريد شوقي. في ناس في الكليه مش معانا والله. قول لي تفتكر الانتخه دي بتتخن؟ الانتخه بتتخن بجد؟ طبعا. طبعا كل ما تقعدي اللي يسموه التفخيد يعني انت كده تفخدي كده وتنتخي كده وتبقي مكبره دماغك كده ده بيتخن بيتخن الواحد، وخصوصا لو اتعشيتي مثلا بدري. لا اتعشيتي متاخر. قصدي اتعشيتي متاخر. اتعشيتي متاخر ونمتي. العشاء دي اخطر حاجه ممكن تتخن. بس عايز اقول لك الكونسبت اللي هو يقول لك الحركه الدايمه هي اللي بتخسس، لا برضو النوم الكفايه مهم جدا للتخسيس او عدم التخن، يعني لازم تاخد كفايتك من النوم ال 8 ساعات. علشان خاطر جسمك يحرق او جسمك يفضل نشيط او ان هو صحي يعني. ماشي مش مشكله، بس اهم حاجه كتخن بقى يعني تتكلمي كتخن اللي هو طول النهار نايمه وطول النهار قاعده ما بتحركش. طبعا. وناكل ناكل وننام. دي كارثة من بعد الساعة 7 علميا فعلا. خلايا الحرق بتاعت السعرات الحرارية بتبطل مفيش. حتى يقولك أحسن حاجة الدكتور ده يقولك أحسن حاجة إنك لازم تفطر تفطر وتتغدى بيتحرق بسرعة مع عملية اليوم. تيجي بقى من بعد الساعة 7 ما تاكلش لا بس هو الرياضة الرياضة عامة لو اتلعبت حلوة. يعني نلعب رياضه وناكل بقى براحتنا، وبعدين هي الرياضه اللي هتخليكي تظبطي اكلك كمان وتشد الجسم كده وتخليك حاجه كده. وبعدين حتى لو تخينه وجسمك مشدود مش مشكله، لكن لما يبقى راجل كده طول بعرض حلاوه وعنده كرش يبقى رشيق زي كده زيك. نعم. لا انت رشيق. طبعا. ايوه انا طبعا بتكلم عن رشاق. انا بتكلم عن لا رشيق. انا كنت كل يعني المفروض انا كان عايزين ياخدوني العب باليه وانا صغيره مائي كمان. باليه مائي وده فن برضه يا راجل. باليه مائي عايز اقول لك. انت بتلعبي باليه والله؟ اما اول ما شافوني وانا صغيره دي باليه دي باليه دي جسم كده دي جسم باليه دي جسم باليه. انا متخيلك كنت صغيره صح؟ ها؟ كنت معرضه جامد صح؟ بص يا خالد انا هبقى صريحه
أيوة بامانه صراحه. اصل انا حاسك البنت القلبوزه وهي صغيره. اه صح. ليه بقى؟ اه لان انا مامي وهي حامل فيا تصغيط تصغيط تصغيط. حلو خلاص ماشي. لما كبرت عارف المبدا اللي هو ايه؟ كلي عشان تعرفي تركزي وانت بتذاكري. ايوه ايوه. فابتدت بقى فاهم حشو 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 بوم بوم بوم. اتنفخت جامد. اتنفخت الله اكبر. لا يعني. بس دلوقتي زي الفل. لا لا احنا معانا ياسمين كده نشوف اخبار التخن. صباح النور ياسمين. صباح الفل. صباح الفل عاملين ايه؟ انت عامله ايه؟ زي الفل 100 100. وحشني يا ربنا. انا بصيت بيكوا بقالي اسبوع مش عارفه اكلمكم خالص. ليه؟ اخيرا. الحمد لله على السلامه ياسمين. الله يخليكم. على فكره ياسمين ام ياسمين. ياسمين ام ياسمين اللي عملت. ام ياسمين وبيبو. انت عارفه ان فضل خالد بسببك قعد يذل فيا طول الحلقات اللي بعديها؟ عمل ايه؟ مش انت ام ياسمين اللي كلمتيني قبل كده ولا مش انت ام ياسمين اللي كلمتيني؟ لا انا اول مره اتصل بيك. لا يبقى مش انت يا ام ياسمين. مش كده بس يعني كلهم ياسمين. كلهم ياسمين. اه لا انا ياسمين ام ياسمين بس انا صغننه يعني مش كبيره. ايه رايك بقى في التخن؟ مش شايفاه زاد شويه عن مثلا السنين اللي فاتت؟ يعني مثلا من سنه 1980 دلوقتي ضعف الرقم المفروض اللي هو محدد للناس التخينه زاد بنسبه كبيره جدا من سنه 1980. اربع اضعاف. اربع اضعاف. انا الحمد لله طول عمرنا جسمنا يعني معقول وماما بتحاول يعني ايه ان هي تاكدنا يعني بنتمعن في الاكل يعني تعود كده يعني فطار غدا عشاء قليل شويه فخدنا على كده حتى اولادنا. بس الموضوع ليه علاقه إيه؟ الموضوع ليه علاقه يا ياسمين بالاكل ولا ليه علاقه بان انت تلعبي رياضه مثلا؟ لا رياضه. وعلى فكره في ناس لما بتزعل بتاكل كتير. على فكره انا يا ياسمين انا لو بفرح ما باكلش لما بزعل. حلويات. انت جميله. انت اللي قمره يا ياسمين. اه والله انا نفسي اقول لكم بس حاجه. اتفضلي. اقولها لخلوده. اتفضلي. انا بنوتي ياسمينه عندها نفس الفلقه اللي عندك فانا مسمياها ذات الافلقي في الاسنوني. مسمياها ايه؟ ذات الافلقي. مسمياها ذات الافلقي في الاسنوني. ذات الافلقي في الاسنوني. فلق السنان. حلو يعني. حلو. فانا مسميها خلوده ذات الافلقي في الاسنوني. ربنا يخليها لك يا رب. انت عارفه ان هم بيقولوا ان الفلق ده من علامات الجمال؟ لا ده اسر ديل. بس اسر ديل معلش. هبعت لكم صورتها. مع احترامي لياسمينه بس هو اسر ديل قوي يعني هو مش علامات جمال ولا حاجه. لا يقول لك انها غستين فرق السنان علامه الجمال. وكل حاجه للاسف. ربنا يخليها لك يا رب. وابعت لنا صورتها بقى. وهبعت لك صورتها. خلاص ابعت لنا صورتها. الافلقي في الاسنوني. الافلقي في الاسنوني. ربنا يخليها لك. صباح الفل. الافلقي في الاسنان. الافلقي في الاسنان. في عادات كمان خاطئه لاولاد امور. يقول لك انك كل ما تاكل ابنك او بنتك كل ما يبقى فيه صحه اكتر. ما عندي عاده خاطئه بيقعدوا ياكلوا الولد او الطفل لغايه ما بيتخن وبالعكس بقى بيطلع عنده مرض سمنه بيأثر على جسمه ممكن يجي له سكر. في عاده خاطئه فعلا فعلا الامهات اللي هي متخيله كل ما تاكل ابنك كل ما هو كده بيبني جسمه صح وبيبني. مظبوط. دي عاده خاطئه. واللي هو بياكلوه بدري من بدري مثلا محشي بقى و لا وشوكولاتات ومش عارفه ايه دي كارثه. ده انا في شفت طفل كده صغير ما عداش بتهيألي السبع شهور وانا عارف ان الاطفال الصغيرين ممنوع ان انت تاكليهم الاكل مثلا اللي هو بتاع البيت الكلام ده الجبن الحاجات دي مش مستحبه يعني في طبعا اهالي بتعمل كده لكن ده مش مستحب ان انت تاكليه من بدري. لقيت الراجل والله العظيم كان بياكل بنته محشي وكان بياكلها اللي هي البسكويت اللي هو بيتباع بس مش عايز اقول اسمه يعني نوع من انواع البسكويت. عندها كام سنه؟ وعندها 8 شهور. ايه 8 شهور وعمال بياكلها وكانها واحده من افراد العيله اللي قاعده معاهم على الطبليه بتاكل. انت بتهرج. اه والله قاعد بياكل واكلها تمام فله وقاعد بيدب يدب. دول بقى لما بيكبروا على فكره بيطلعوا يعني ده بقى. وعايز اقول لك ان زاد عدد الاطفال اللي عندهم سمنه دلوقتي في العالم 42 مليون طفل. بيصعبوا عليا بقى. اه طفل لما بيبقى تخين وبقى اصحابه بيبهدلوه تريقه دبدوبه تخينه. عايز اقول لك بقى دول اللي الناس اللي بتخسف على كبر. اللي بيعملوا ايه؟ اللي بيبقى عندهم الباور ان هم يطلعوا يتحدوا اللي كان بيتقال لهم هم صغيرين. أيوة. ويطلعوا يخفوا. مش دايما. مش دايما. طب ناخد سماح من القاهره. سماح. ايوه من الغربيه. غربية غربية. سماح صباح الخير. غربيه غربيه غربيه. صباح الفل. صباح النور عليكي. حاسه ان نسبه السمنه او التخن زادت شويه يا سماح؟ صباح الخير يا خالد. انا اتصلت امبارح. انت اتصلت امبارح فاكرك. أيوة. يا سماح عامله ايه؟ فاكرني؟ كله تمام. فاكرني انا واشرف. ايوه فاكرك. اخبار اشرف ايه دلوقتي؟
لا تمام الحمد لله تمام. بيصبح عليك. صباح الفل عليه. صباح الفل. انتوا تخان ولا الـ 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 يعني رفيعين شويه؟ ما الموضوع بتاعكم يعني موضوع صعب قوي يعني، فعشان كده قلت لازم اتكلم فيه. انا عندي مشكله بما انه مفتري يعني بتاع امبارح اللي كنا بنقولها يعني، فهو مفتري في دي كمان يعني. هو انا عندي جوزي ما بيتخانش ما بيتخانش يعني، بيحاول يتخن ومش عارف يتخن. وانا رفيع جدا بس دي بتبقى خلاص طبيعه الجسم، عنده الغدد حرق عاليه يعني، جسمه مناسب جدا لطوله ولسنه ولكل حاجه. بس دي بتبقى بطبيعه الجسم، بتبقى ما عندوش حتى بوادر كرش؟ لا 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 خالص. طب احمدي ربنا يا سماح. وبياكل كل حاجه وكتير جدا، وبياكل اضعاف ما انا باكل وما ببانش عليه حاجه. طب احمدي ربنا، ما كويس انه رفيع، مش احسن يبقى قاعد لك كده. ما انا بتخن بمجرد اني ابقى عايز اكل بتخن. انت اللي بتتخني. مأساتي برضه تصدقي. بحاول معاه دايما يعني. طب الحقي خسي بقى، الحقي خسي. لا ما انا الحل بالنسبه لي اني احاول اتخنه. هيحسدونا تتخن. بصي هو ده بيتكلم، ده فاكره ده الراجل بتاع امبارح لو انت بتاع مجانين؟ بتاع مجانين بجد؟ ايوه كنت عسل امبارح يا سماح. انت ايوه كنت سعيد معاه. صباح النور عليكي. هو فعلا يعني موضوع السمنه ده عندنا مشكله كبيره جدا كمصريين يعني، بنعاني منه كلنا. انا العيله عندنا يعني جيران بس يعني عشان انت مش عارف تتخن يعني. انا عايزه نضحك كده على فكره. اتصلوا كلهم يعملوا مسرحيه. صباح الفل عليك يا سماح، وسلمي على اشرف قوي. صباح الفل. جامدين جدا. طب انت ازاي تقولي لجوزك ان انت تخنت؟ او ازاي تقول لا هنظم له اكله بشكل يعني ايه اللي هو ايه، احنا هناكل مسلوق، هناكل ما فيش زيت. لا بس الموضوع بيبقى محرج. تعالي نسال يحيى. يحيى صباح النور يا يحيى. يا حالك عامل ايه يا خالد؟ الحمد لله تمام زي الفل. قول لي بتاكل ايه؟ نظام اكلك ايه؟ ما سمعناكش معلش، قول تاني. بقول لك ازيك يا استاذه دينا؟ داليا صباح الخير يا يحيى. وحشتينا امبارح والله. ربنا يخليك. بالنسبه بص لموضوع الطفل بقى، قول لي. بص هو في مثل انا ماشي عليه من زمان يعني، يعني كل فطارك ونص غداك ودع عدوك عشاك. حلو ده. المثل ده كان مثل صيني. بس احنا ترجمناه يعني. كل فطارك كله ونص غداك ودع عدوك عشاك. طب انا هقول لك على حاجه، انت متجوز ولا لا يا يحيى؟ طبعا. طب دلوقتي مراتك ما بيجيش عليها وقت تتخن شويه؟ لا ماشيين على نفس المبدا ده. طب لو تخنت تقولها لها ازاي؟ ايه؟ لو تخنت تقولها لها ازاي؟ لا هي واخده بالها من النقطه دي، احنا متجوزين بقى نظريه. لا طب انت انصح اي راجل دلوقتي مراته تخينه، ممكن يقول لها ان انت تخنتي ازاي؟ مثلا يقول لها وشي كده بقول لك ايه؟ انت تخينه قوي ومبعجره وانا مش طايق. شوار رز. ولا يبتدي يقولها بطريقه غير مباشره. هو لا لازم يقول طبعا لو الموضوع ده مضايقه، في ناس بتحب شويه فهمنا كده. اي بس يقولها لها ازاي؟ يعني هو التكنيك هو اللي بيختلف، احنا متفقين على المبدا، بس يقولها ازاي؟ يقول لها انت بقيتي عامله زي شوال الرز، ولا يقول لها انت حلوه بس تحلوي اكتر لما تخسي؟ لا لا الذوق في الموضوع ده مهم يعني. الذوق صح. صباح الفل عليك يا يحيى. برضه ما يحرجهاش يعني كده، يعني ولا خلي بالك انت يعني زدت شويه بتاع مش عارف ايه كده يعني. صباح الفل يا يحيى. وبعدين ممكن الو يحيى. ايوه معاك. متشكرين قوي يا يحيى. صباح الفل خلود. عايز اقول لك حاجه بقى. قول لي بسرعه. بص انا عايزك تخف دقنك سنه صغيره من تحت. ما بص انا ماسك مني يعني مرتبط بتصوير كده حاجه، ويوم الاحد ان شاء الله هخف. بتبقى اشيك انت وهي صغيره. هو انت يا يحيى اللي كلمتني الاسبوع اللي فات؟ حصل. ما وراكش غيري ولا ايه؟ يا عم انا قلت لك حاجه. حبيب قلبي يا عم. حبيبي والله. صباح الخير. صباح الفل شكرا. عايز اقول لك ان انا اعرف اسره مسميها الاسره الاكس لارج. كلهم تخين. هو كده. وهي كده. والمصيبه بقى ان هم بيخلوا العيال كده. يعني لازم. يعني مش مثلا تكتفوا بنفسكم، لا كمان الاطفال مخلينهم كده، فمسميهم بقى الاسره الاكس لارج. لازم كلهم يبقوا متخين. غريب. فاكر فيلم اكس لارج؟ كان جامد قوي. فاكره لما كان هو وابراهيم نصر لما كانوا بيتصحروا
يلا ايوه اللي هو بيخزن بيعبي بس اي حاجه بس على فكره بيبقى دمهم خفيف. اه طبعا. اه والله طبعا بيبقى دمهم شربات تبقى كلبوزه كده جميله. اه وبتبقى كده يعني. انا عايز اوصل بس ازاي اقول لمراتي انها تخنت من غير ما هقول لك انت ممكن مثلا اجي انا ايه لو انا مثلا متجوزه ممكن ما اقولوش انت تخين ومش لا انت على فكره حلو بس عايزك تحلو اكتر. فبالتالي ممكن تبقى العكس برضو معايا. طب هل مثلا لو مراتي انا مثلا ممكن اجيب لها لبس ضيق عليها هديه مثلا اجيب لها في هديه ضيقه بتعقدها؟ ما هو انا لما اجيب لها لبس اقول لها ايه ده ما خدتش بالي معلش انت تخنتي صحيح تخنتي صحيح؟ اه ما هي هتبتدي هي تاخد بالها بقى انت بتعقدها كده زياده يا خالد. لا ما هي لما هجيب لها لبس ضيق عليها فهي هتبتدي تسعى. لا 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 طب ما هي ممكن كمان هي كمان تجيب لك حاجه ضيقه تقول لك اه انت كرشك زاد صحيح. اه ماشي ما ترضاها؟ كرش الراجل عز عامه. لكن لما تبقى واحده ست بكرش انا واحده صاحبتي والله العظيم جات لها واحده من الشخصيات العامه كده بتسلم عليها وتقول لها اهلا ازيك يا حبيبتي هتقومي بالسلامه امتى؟ البنت بطس نفسها كده تلاقي ان شاء الله تبقى وحش قوي على فكره الاحساس ده ولا حاجه يا كرش بتبقى صعبه جدا. لا دول بيستعبطوا بيبقى باين الفرق بيبقى باين صح؟ اه لا ده استعباط هي تلاقيها بتحرجها بالطريقه اه اللي هو وهي بقى اساسا تلاقيها اساسا قد كده اه ما هو على فكره اللي بيتريق على حاجه بيبقى اصلا هو عنده المشكله. وبعدين يعني الناس اللي تقعد تقول اصل انت تخنتي انت مش عارف انت مالك صح يعني اللي هو عايز تقول لا انت مالك. هو في الاخر الناس بتتدخل في حاجات ما هو كل واحد عارف نفسه رايح فين كل واحد عارف نفسه بس ده لا يمنع ان انت تظبط نفسك شويه يعني الرياضه مهمه الرياضه بقى تروح الجيم ومش الخساسان بس والله الرياضه المهمه الدوره الدمويه والصحه والمخ تيجي تطلع سلم ما تنهكش الحاجات اللي هي التفاصيل البسيطه دي وممكن تلعب رياضه عاديه جدا كل يوم الصبح كده تصحى الصبح تمشي وتتمشى تحط في ودنك كده سماعات تسمع حاجه ظريفه تسمع راديو تسمع اغاني وتتمشى وتجري في حته كل الحرق ده بيساعدك ان انت بتمارس رياضه بشكل او باخر. في ناس بتتفرج على فيديوهات انت عارفه فيديوهات على يوتيوب ويقلدوا يعني يعلي صوتها وبتاع بس انا عندي احساس اللي هو اللي بيلعب رياضه في البيت الجيم بيدي الاحساس اللي هو ايه انت هتروح ومعاك ناس وبيشجعوك صح بس احنا بنقول يعني اسوأ الفروض فانت تقعد تتفرج على الفيديو مثلا من الفيديوهات دي في فيديوهات شهيره جدا اسمها انسانيتي ده ادخل كده دور على يوتيوب هتلاقي مجموعه فيديوهات ادخل اتفرج عليها وعلي الصوت هتحس ان انت في الجيم زي ما داليا بتقول ان انت ناخد شيماء من الاقصر شيماء 1 2 3 4 شيماء 1 2 3 4 طب تيجي ناخد راي الناس فاكر الدمبلز اللي كنا بنجيبها ناخد راي الناس في الـ في النبته يلا 1 2 ناخد راي ناخد رايهم في ايه يعني؟ في الرياضه في الرياضه او في الدخن معرفش في ايه بس هناخد راي الناس يلا بينا يلا لو الحكومه هتصرف مكافاه للتخين تخني لا هو انا عايزه اخس مش معقوله اتخن عشان اخد مكافاه لا هتاكلي كتير وتاخدي فلوس هم يدفعوا تمن الاكل طيب قشطه ماشي تخني لا طبعا ليه بقى لا عشان اضيع صحتي عشان يصرفوا لي مكافاه لو الحكومه قالت هنصرف مكافاه للتخان هتتخني ليه لا لا طبعا جايز مش مهم ده في ناس بتدفع فلوس عشان يبقوا كده يبقى احنا ناخد فلوس عشان نتخن لا انت لو حصل ان فعلا فرض ضريبه على الناس التخينه هتتخني او يعني للتخن لو انت تخنتي تاخدي فلوس زياده وده يعني شايفه مستحيل انت عارف ان في الهند ان 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 الست كل ما بتبقى يعني وزنها بيتخن في مهرها بيتقل ذهب بجد في الهند تخيل لازم الستات تخيل تتجوز هناك بقى بيتقل وزنها ذهب بس لو فعلا الحكومه مثلا قررت ان هي تدي فلوس للناس التخينه تدي فلوس الناس التخينه ولا اللي بتخس؟ لا الناس التخينه هو ده السؤال الكيلو بكام؟ زي ما على حسب ثمن الكيلو على حسب ثمن الكيلو ما فيش في الاخر يديني 100 جنيه واتبسط هندفع له فلوس اكل وشرب ايوه صح 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 لا وممكن يفرضوا ضريبه على اللي بيخس تخيلي كده احنا عايزين نبقى شعب منتخ شعب تختوخ مثلا فكرنا كده ده اتجاه مثلا للحكومه الفتره الجايه ان احنا عايزين نكون نبقى شعب تخين شعب تخين فالرفيع المسلوع يدفع ضريبه يدفع فلوس
والتخين ياخد فلوس. ما بقولك على حسب الوزن. مش مهم بقى على حسب الوزن ولا غيره، يعني ما ممكن مثلا تدفعي على مرتبك الشهري فتاخدي مكافأة 100 جنيه على الكيلو ولا الجرام؟ وانت بتقبضي يوزنوك يحطوا ميزان كده، ايه وزن هنا قد ايه؟ على الكيلو ولا الجرام؟ اي حاجه بقى ان شاء الله. انت لو خدتي فوق المرتب تخيل بقى حد بيقبض كتير عشان هو تخين كده. تصدق حلو برضه. وتبقى ده الاتجاه ان احنا نكون منتخين على طول. طب ليه ما يكونش العكس؟ المفروض العكس. المفروض العكس. نسال محمد كده هو اني الاحسن. ازيك يا محمد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مستر خالد؟ الحمد لله تمام. ايه رايك بقى؟ الدنيا يا فندم. ربنا يخليك. قول لي المفروض نتخن ولا المفروض نخس؟ هو انا بصراحه كنت عايز اتكلم اكتر عن السؤال اللي انت طرحته اللي هو بتاع ازاي ان انا اقول لمراتي ان انت تخنتي او ازاي ان انا احسسها بموضوع زي كده. يلا بينا. انا كنت انا كان نفسي مثلا من وجهه نظري انا ويمكن ميس داليا تشاركنا في الموضوع. صح؟ اتفضل. يلا ميس داليا. ان يا فندم ان انا اجيبها من نفسي الاول، حاسسها ان انا يعني هل انا اجي قدامها في مره اقول انا حاسس ان البنطلون ما بيفرش، انا حاسس ان انا وزني زايد. لا ده انا اللي وزني زايد. لا نبدا نتناقش في الموضوع، نبدا كل واحد حتى يلفت انظار التاني او تنزلوا سوا مع بعض تعملوا رياضه تتمشوا. يلا النهارده بدل ما نخرج ننزل انا وانت نروح النادي نتمشى ساعه مثلا، بس الاول بس نفت الانتظار الانظار مثلا ان في حاجه مثلا في حاجه اوفر حصلت، فلازم ناخد بالنا منها عشان بعد كده الطرق اللي نعالجها بيها نمشي فعلا زي ما حضرتك بتقولي. نعمل زي مستر خالد نلعب رياضه. نشوف الموضوع جاي منين او يجي بطريقه ظريفه مثلا. انت عندك كام سنه يا محمد؟ انا عندي 34. 34 سنه. انت متجوز؟ وزوجتي بتسمع الكلام مع قدامي كمان. وتخنت في لحظات في فتره كده ولا تمام؟ في الشهر الثامن كمان يعني انا مولع حامل يعني. طبعا في الشهر الثامن باذن الله الشهر الجاي عندنا ربنا يا رب يا رب يعني يعني بالسلامه ان شاء الله. هتسموا ايه طيب؟ يا والله احنا حيرين. طب ايه رايكم طب تختاروا لنا؟ داليا. لو بنت داليا. هي بنت ولا ولد؟ طب انا اقول لحضرتك هي بنت طبعا. داليا بنت طبعا. احنا محتارين بين اسمين، ممكن نقول لكم طيب؟ داليا وداليا؟ لا لا مش داليا طبعا، نتمنى داليا طبعا تبقى زيك طبعا. شفيق بيقول لك ليلى. لا طب ممكن طقا وممكن مريم. 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 انا مريم. مريم. انا مريم. شفيق مريم. مريم داليا. خلاص اختاروا لنا كده على هاشتاج نهار جديد نسمي البنت طوق ولا مريم. مريم. يلا بينا مريم. توكل على الله. مريم محمد. خلاص وانا بصدقني بجد يومها باذن الله هتصل برضو بيك تاني واقول لك اللي انا سميتها مريم باذن الله. لا استنى استنى حاجه مهمه كمان، وتبعت لنا السبوع. طبعا يا فندم طبعا يا فندم، ويبقى يعني ايه ذوق من حضرتكم طبعا انك تبعتوا لها اهداء على الهواء باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله كلمنا واحنا طبعا باذن الله يا فندم انا شايف جد ليكم طبعا. مريم قبل ما تيجي. مريم. مريم. شكرا يا محمد. باي باي. شكرا يا محمد. طب ناخد محمد. صباح الخير. محمد تاني. الو. صباح النور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نهارك جميل يا استاذ خالد يا عسليه. نهارك جديد يا استاذ محمد يا عسليه. ونهار القمر اللي معاك ابيض زي الفل. ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك. ان شاء الله. رقم واحد الستايل بتاعك ده الله اكبر عليك، شكلك كده قمر. تغيير تغيير. وسيم قمر. دي حاجه، الحاجه الثانيه شفتوا مشاكل البلد كلها بتتكلموا على ايه؟ على الكرش. ما في ناس قرع يا جدعان في البلد. مش كده يعني. ايه ناس ناس عندها كرش؟ كل الناس يعني شفت مشاكل البلد بتاعت الكرش، في ناس قرع يا باشا في البلد ما ينفعش كده. قرع إيه؟ انا مش سامع. هو انت بتقول في ناس قرع؟ في ناس قرع كتير في البلد برضه. قرع؟ لا القرع دي القرع دي هتيجي وقتها. هتيجي ستايل جديد دلوقتي. ماشي قلنا حل الكلام دوت. هتيجي وقتها. وبعدين القرع دي حاجه جميله. انت لو انت عندك اولاد؟ انا لسه ما اتجوزتش. ما هي المشكله اللي احنا لسه ما اتجوزناش. لسه ما اتجوزتش ورعيت. يا نهار اسود يا محمد. انت عندك كام سنه يا محمد؟ 26. 26 سنه ورعيت من بدري كده. خليك بولد كمان وبكرش. بس انت عارف لما ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتخلف ابنك وبنتك كده لما تيجي تشيلهم على كتافك، فالولاد الصغيرين بيحبوا ينتشوا في اي حاجه، فهم مش هيلاقوا شعر ينتشوا، هتلاقيهم بيطبلوا على القرع. القرعه دي حلقه لوحدها، هنظبطك ما تقلقش يعني.
حضرتك على حاجه، ما ربنا يعني يكرمك كده بابن زي ابن اختي فارس. هما اللي عندهم شعر عملوا ايه؟ بيلعب بالقرع، ابن اختي بيلعب بالقرع. يعني وانا صاحي وانا نايم مجنني والله. ربنا يخليه لكم يا رب. طيب ايه طيب بيخلينا في موضوعنا بالنسبه للتخن بقى. بالنسبه للكرش، ايه اسهل طريقه لنزول الكرش يعني باسرع مما يمكن؟ انت عارف ولا انا اقول لك؟ لا انا عايز اعرف اسرع. انا هقول لك. بص، لو كرش من اللي هو لسه بيبتدي ليمونة. اللي هو كرش الليمونه، فده انت في الحاله دي بس ما تتعشش بالليل، ما تشربش مشروبات غازيه، ما تاكلش اكل بره اللي هو الجانك فودز، اللي هو الحاجات الجاهزه، السندوتشات الجاهزه اللي هي بقت غاليه قوي دي ما تاكلهاش. عليكوا على الجبنه القريش. عليكوا على الجبنه القريش، المشويات، السلطات، واشرب اول من ما تصحى من النوم الصبح كوبايه ميه سخنه على معلقه عسل. قلبت معرفش ليه كده دكتور دايت فجاه. ماشي. وبالليل زبدياه عليها عليها نقطتين ليمون، بتحرق طول الليل. وكلمني وشوف النتيجه مع بعض ايه. شكرا يا دكتور. دي يا محمد، بص، لو ده كرش الليمونه، لو عندك الكرش وصل لمرحله متقدمه اللي هو انت ممكن تجيب كوبايه الشاي وتحطها على الكرش من كتر ما هو عريض، فلا لازم تبتدي جيم مع دكتور وتروح جيم. طبعا لازم. تعالى لي العياده. عارفه الدكاتره عارف يسال مجرب ويسالش طبيب، ويعملوا اعلانات بقى اللي هو يقول الكلمتين وعدي علينا برضو في العياده. لازم يستنظمون برضو، ما ينفعش يطلع كده. ناخد محمد. هو ايه اخبار محمد؟ كل محمد. محمد اسماعيليه. اسماعيليه ولا اسكندريه؟ اسماعيليه. محمد. محمد صباح الخير. صباح النور. صباح النور. هو ما ينفعش يا محمد تعدي على محل السمك اللي عندكم المشهور ده اللي احنا مش هينفع نقول اسمه. جيب لنا سمك وتبعته لنا. ينفع عينيا ليك. والسمك يعني مفيد ما بيتخنش. اي حاجه. مين ده؟ لا ما هو لو مقلي مش هينفع، انما لو مشوي حلو. يا عم مشوي. مشوي. مشوي كده وشوربة. يا سلام بس كده. وشوربة حلويات البحر. ايه؟ شوربة حلويات البحر. لا كده انت كده عايز تدخن. كده انت ده اول حاجه. ما جاتش من يوم. هي دي يقول لك ابعد عن الكلام ده. طول عمرنا ماشيين بمبدأ. انا بقالي كتير يا خالد والله العظيم. في مبدأ يا محمد. خالد كان عارض ازياء. ابو بلاش. هو حلو. خالد كان عارض ازياء. صح يا داليا؟ ايوه انت عارف خالد ابو، بس هو يعني ساب المهنه وجالنا. لا بس هو ماشي وانا كنت لعيبه باليه. باليه؟ وانا كنت لعيبه باليه. لا انت مش باليه بقى، باليه. 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 طيب كويس والله. ايه رايك في موضوع التخن ده بقى؟ هل والله يا خالد انا تعبان من الدايت يا خالد وتعبت والله العظيم من الموضوع ده. بص انا خلاص اتخنقت دايت، عارف انت زبديايه وخيارايه ويا لهوي حاجه. طب اقول لك على نصيحه بجد يا محمد. اتفضل. بلاش تمشي على كل يوم انا هاكل بكره تفاحه، يعني تمشي على سيستم، لان انت ممكن تمشي عليه شهر واثنين وتزهق. بامانه خلي ده يبقى لايف ستايل ليك، نظم اكلك، يعني افطر الفطار اللي انت عايزه، اتغدى الغدا اللي انت عايزه بس بكميات قليله، وما تتعشاش من بعد الساعه 7، مع شويه رياضه والله هتستمر وهتقعد ودي اللايف ستايل بتاعك. بقالي شهر عملت رقم كويس الحمد لله. بس يعني ما تعقدش نفسك بقصه ان انا بكره هاكل كذا بعده لازم اكل كذا الساعه 7 هاكل. برضه بيبقى نفسه في اي حاجه يا جماعه، يعني انا اول ما سمع محمد الاسماعيلي قال سمك. نفسه في اكل السمك. ونضيع عمرنا احنا بقى نقعد نفكر احنا هناكل ايه. بص وانت بتخس بص قدامك قول انا عايز ابقى خالد عليش، عايز ابقى خالد عليش، هتخس. لا مش للدرجه دي، حرام عليك يا خالد. هو تمام وزي الفل وكل حاجه، بس مش عايز ابقى خالد عليش. ليه ده؟ قوم يا خالد، قوم يا خالد، قوم يا خالد، وريهم يا خالد. ورينا يا خالد. قوم يا خالد كده ورينا. شوف شايف الرشاقه؟ جان والله يا جماعه. شايف الرشاقه؟ انا بقول كلام صح. اتفضل يا خالد. جان والله. ايوه. شكرا يا محمد. العفو. باي باي، مع السلامه. هي بصي حاجه مهمه برضو عشان نبقى احنا بنقول كلام صح. اصل فكره ان احنا بقى نقعد نضيع عمرنا كله ان انا لا بلاش اكل ده علشان خاطر ما تخنش. لا لا، ما انا لازم استمتع بحياتي برضو. ايوه بس تاكل كميات قليله، لازم تاكل طبقه بسبوسه. تاكل حته بسبوسه من نفسك. استمتع اتبسط. خلاص اتخن بقى. هو انا ضامن بكره ابقى موجود ولا لا؟ لازم اتبسط. ايوه اصل التخن مش قصه شكل، على فكره انا مش معترض على قصه شكل، واحد حر في شكله وفي بنات واولاد مليانين بيبقوا زي العسل وزي القمر، قصه الصحه بس ان هو ظهرك ركبتك سكر بيعمل مشاكل صحيه اكبر. ما هو هي القصه كلها صحه، لكن على شكل والله انا اعرف بنات صحابي كتير جدا مليانين زي العسل وزي القمر. وانت كده كده كنت مليانه اكتر من كده بكتير وكنت زي القمر. ايوه.
محمود محمود ايه ده يا محمود؟ محمود انت فين؟ صباح الخير. صباح النور يا محمود. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل. انا على طول بكلمك، انا بتاع الثانويه عامه. انت برنس انت سايب الثانويه عامه يا محمود ولا ايه؟ ما بتذاكرش ليه؟ ما هو والله بص انا مطبق من امبارح، انا كل ما بكلمكم يعني عرفت البرنامج اللي هو كنت مطبق وداخل انام فبالصدفه كده. الحمد لله على سلامتك. معلش ساعتين وخش كمل نوم وارجع ذاكر تاني. عندي درس الساعه 10. خلاص ما تنامش. خلاص ما هو مش هنام. يا عم حسيت النهار جديد، ساعتين نهار جديد كده حسيت. ايوه ما والله انا كنت المفروض دلوقتي ابقى نايم وكده خلاص، هو كان المفروض الدرس الساعه 10. فوق معانا عشانكم والله يعني اجلته لغايه 10. طب قول لي انت ايه رايك عامه، الواحد ياكل وما يهموش ويتخن ويكبر دماغه، ولا فكره ان هو يكون عنده نظام صحي؟ انا عندي مشكله العكس. اتفضل. عايز اتخن. عايز تتخن؟ مش عارف. خليك زي ما انت. ما هو يعني كتير قوي عندنا في البيت بيقولوا لي لازم تتخن وكده، وانا لا انا يعني قشطه كده احلى. بص هقول لك على حاجه. انت ممكن تكون رفيع لدرجه، لان انا وانا صغير كنت رفيع جدا، ده سر انا اول مره اقوله. انا وانا صغير كانوا في المدرسه مسميني دكتور خشب، لان انا كنت رفيع جدا، وكانت كتافي من كتر ما انا رفيع ومش مهتم بالرياضه كانت كتافي عامله كده. طيب طب هنرجع لك تاني يا محمود. طيب عايز اسالك سؤال. انت بتحب فعلا الاكل؟ انت شخص اكل؟ اكل؟ انا شخص اكل. يعني احب الاكل. انا تقريبا انت عايش عشان تاكل ولا بتاكل عشان تعيش؟ باكل عشان اعيش، بس 50% من فلوسي ضايع على الاكل. لازم اكل في كل حاجه، وكل حاجه اكل منها، ولازم ادوق كل الحاجات. يعني ايه سر رشاقتك؟ لا هو انا مش رشيق. إيه إيه إيه؟ لا معلش يعني إيه سر لو هنتكلم في الصح. لا انا عندي اللي هو البوادر بتاعت الكرش الليمونه. موجود، بس انا بسيطر عليه من وقت للتاني. بتلعب رياضه؟ بلعب في البيت. بلعب في وداني. محمد صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا محمد. محمد ايوه مع حضرتك. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. هو النهارده كل الاسامي محمد ليه؟ انا والله متصل بسبب كده. صح، انت لقيت كل المحمدات فقلت اشمعنى انا؟ كله محمد وعايز اتصل، قلت بقى اتصل خلاص. انت منين يا محمد؟ انا من الهرم. اجدع الناس في الهرم. شفت القنبله بتاعت امبارح دي؟ والله بس بيقولوا مسكوا الراجل فرموه. هو يعني انا بعيد عنه شويه، وفيصل انا على الهرم، بس ما شفتش اللي حصل. بس الحمد لله كلها اصابات يعني. الحمد لله. طيب قول لي بقى، ايه رايك في موضوع التخن ده؟ نتخن ولا نخس ولا نكبر دماغنا؟ ما تبقاش موضوع شاغلنا يعني. هو انا دلوقتي تقدر تقول ان انا 68 كيلو. وطولك قد ايه؟ طولي يعني متر و60. حلو. طب ماشي، انت يعني قريب كويس. يعني وبالنسبه للكرش بقى بيشاور نفسه. بتبقى رفيع بس عندك كرش. هو لا مش يعني لسه حاسس ان هو بيشاور نفسه. بيبتدي يعني. انت لسه ما اتجوزتش؟ لا لسه خالص. الحق نفسك. اول ما تتجوز بعد 3 شهور هتلاقيه فرد معاك نص متر. ربنا يطمنك. فلا خلي بالك. صباح الفل يا محمد. شكرا. فاكر فيلم شحاته ابو كف؟ شحات ابو كف. فاكر لما كان يصحى من النوم الصبح يضرب البيض باللبن؟ ايوه تك 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 يشربه ويجري. اشربه بس لقيت ان طعمه وحش جدا وانا صغير بقى. بس هو فعلا مفيد قصه ان هو البيض الني باللبن. أسمع. دي اسمع ايه بقى بيعمل؟ اصل الرياضيين اهو بيقول لك بيستخدمه. اسمع ان هو مفيد بس اكيد طعمه صعب يعني، بيدي باور غير طبيعي. شفيق بيقول يعني ما جربتوش بس اكيد طعمه. شحاته ابو كف. لا فاكره احمد بدير في مسرحيه ريا وسكينه؟ عشان تكبر وتاكل وتاكل. هو دي كانت لا دي مش كانت ريا وسكينه. لا مش كانت ريا وسكينه، دي كانت متزوجون. هو برضو في المسرحيه ريا وسكينه هي لما كانت سوير البابلي بتاكل. أيوة أيوة. احمد بس عشان تكبر وتسمن دي، ما هو ده برضو مشهد بتاع بيض. ايوه التاني بقى بتاع جورج سيدهم. ايوه بتاع جورج سيدهم. تاكل وتشرب. لما كانت بتاكله البيت انا متخيل ان هو بياكل البيت ده كل يوم بقى مسرحيه. كل يوم. عايز اقول لك ان هو زعق لها بجد، كان بيقول ان هو زعق بجد انها كانت بتاكله بجد. ما هي لازم تاكله بجد. ايوه مش فاهمني، هو كان اتضايق فعلا يعني. سمعت له حوار انا اتضايقت فعلا انها بتيجي كتير كده. ناخد احمد. احمد صباح الخير يا احمد. صباح النور. فطرت ايه يا احمد؟ صباح النور يا غالي. صباح النور يا احمد. احمد والله لسه ما فطرتش.
احمد لسه ما فطرتش والله. فطرتش دي انت اسكندراني؟ هو بيسمع صوت التلفزيون. ممكن توطي التلفزيون يا احمد؟ يا احمد يا احمد يا احمد احمد يا احمد, أحمد. شكرا يا احمد شكرا يا احمد. طب احمد راح. احنا كنا بنقول ايه؟ بنتكلم عن الباليه وفن الباليه ورشاقه العروض القديمه. احنا كنا بنتكلم عن الاكل. ايه اللي جاب الباليه في الموضوع؟ ايه طيب استني تعالي نتفرج على هاشتاج نهار جديد. وانت فتحي عندك الفيسبوك كده. طيب شوفي انا عندي في محمد. واحنا كمان الصالح. بنتواصل مع الناس برضو عشان نبقى قايلين على المسجات اللي هي التسعه اللي هي الاس ام اس. بس مش عارفين يعني الرقم موجود قدامكم دلوقتي. برضو بنقرا منها هي كمان. في حد بيقول لك انا برجع من الشغل متاخر فلازم غصب عني استعشى. عاوز حل بجد مأساة. بس الحمد لله ما فيش اي علامه من علامات التخن. بص حاول ان انت تاخد معاك اكل الشغل وتاكل وانت في الشغل في بريك كده معين. كل او انت مروح ممكن تاكل في الطريق. وفي البوكس اللي هو بيتجاب ده عشان تعبي فيه الاكل فده برضو ممكن يكون ظريف. في كمان محمد صالح صباح الفل بيصبح علينا. محمد عبد اللطيف بيصبح عليك يا داليا. احنا بس عايزين نقول ان في الشاشه دلوقتي تو ويز ان احنا في انتظار بعد قليل في انتظار ختام تدريبات مناورات رعد الشمال اللي بيحضرها هناك الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك كمان موجود خادم الحرمين الملك سلمان. يعني المناورات دي بيشارك فيها حوالي 350 جندي من 20 دوله عربيه وخليجيه. احنا في انتظار بعد قليل كلمه الرئيس عبد فتح السيسي من المملكة العربية السعودية. ان شاء الله في اي لحظة كده هننتقل للكلمة بتاعت الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب في ايه تاني يا دكتورة داليا؟ بالنسبة ليا انا قاعد 24 ساعة علشان عاملة عملية وليا 7 شهور وعاملة دايت وما بخسش غير كيلو في الاسبوع. انا هقول لها افتكر لي المسج دي بس ناخد اميرة من سوهاج. اديني اميرة. وانا هرد على اميرة من سوهاج. صباح الخير يا اميرة. صباح الفل. صباح النور عليكي. انتي قمر يا داليا على فكرة. انتي اللي جميلة والله العظيم. عسل ما حصلتيش بجد. قمر ودمك خفيف. ايه ده حبيبتي ربنا يخليكي. هاي خالد. هاي اميرة ازاي؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل. ايه داليا انتي مرتبطة؟ لو عندك عريس ماشي. لا بجد. انت عندك عريس اخوكي؟ انتي قمر. انا يعني مش عارفة اقول فيكي ايه بصراحة. يعني فعلا عسل ومقبلة على الحياة كده فعشان كده بسأل انتي مرتبطة ولا ايه؟ هو عشان انا مقبله على الحياه فانا مش مرتبطه. قبل ما اتجوز كان دمي خفيف زمان. انا عشان مقبله على الحياه فانا مش مرتبطه. لا يا رب على طول تبقي مقبله على الحياه وزي القمر. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يخليك. انا عندي بقى حل جامد جدا لموضوع السخنه ده. قول يا قمر. النكد. النكد اكتر حاجه تخسس النكد. بس في ناس لما بتزعل بتاكل. بتزعل بتاكل. لا دي مرحله معينه من النكد. القلق هو اللي ياكل. لكن النكد الحقاني يحرق يخسس خسسان غير طبيعي. يعني انا عشان اخلي مراتي تخس انكد عليها؟ لا 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 طبعا لا مش كده يعني. هو ما انت يعني انت ما بتبذلش مجهود. انت كده كده منكد فيعني ايه ما تركزش معاها بس. اوكي يعني انا كده كده انا متنكد. انت بتنكد. انت كده كده منكد عليها. لا لا بس انا والله انا طيب فعلا. كلهم بيقولوا كده والله. والله لا انا طيب. لا كلهم بيقولوا كده في الاول والكلام الحلو بيتحول. بالظبط كده بالظبط. لا هم فاكرين نفسهم طيبين ولطاف وان هم يعني ملايكه ومفيش اي حاجه. دول الرجاله يعني. طب ما الستات برضو بتبقى فاكره نفسها ان هي ملاك وطيبه وكل حاجه وهي بتنكد على جوزها ومطلعه عينها. لا لا احيانا. لا احيانا فعلا. لا عندك حق في كده وفي كده. صح. اميره 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 اميره. انا بغمز لك يا اميره. صباح الفل يا اميره. صباح النور يا اميره. صباح النور يا اميره. صباح النور. هي قالت وجهه نظر حلوه بتاعت النكد ان انت كل ما تنكد عليها كل ما هي تبقى مش طايقه نفسها فما تاكلش فتخس. بالعكس هي ممكن بقى تعند وتقولك بقى رجاله ايه ولا بتاع ده انا هخش اعيش حياتي واكل بقى حلويات وحاجات كده. ناخد عدلي هو اللي يقول لنا. عدلي يا عدلي. عدلي صباح النور يا عدلي. الو الو. صباح الخير يا حبيبي. صباح الفل يا عدلي. ازيك؟ ازيك يا استاذ خالد؟ الحمد لله تمام زي الفل. انا راجل فوق الستين. ربنا يديك ربنا يخليك. وعايز اقول لك يا خالد البرنامج بتاعكم ده انا بتابعه يوميا قبل نزول الشغل. طب الحمد لله ده شرف ليا. من البرامج المحترمه اللي تخليك حاسس معانا في نفس الغصن كده قاعدين قاعده
وانت بالذات يا خالد، انا عايز اقول لك على حاجه. الاخ اللي قال لك ده انك انت شكلك شيك جدا كده يا خالد. لا لا، هو على فكره ما مش قصده حاجه، بالعكس ده هو بيهزر يعني، هو بيقول حاجه. لا لا مش قصده حاجه خالص. فبدك شكلك حلو يا خالد كده، انت شكلك حلو. بص ايه، عايز احسدك يا حبيبي. لولا اختلاف الاذواق. بص بص انا عايزك تركز معايا، انا عايزك بس تركز في البنطلون كمان. لف يا خالد، لف وريهم جمالك. لو ركزت في البنطلون كمان صدقني انا صايع كتير جدا. باجي باجي شيك جدا يا خالد، عليك شيك جدا. وباجي جايب انا عايز انا عايز اخلي الشباب اللي هو في سنك كده يبص عليك ويبقى انت قدوه. قوم يا خالد، قوم يا خالد. مش قوي كده برضو يا عدلي برضو. لا صدقني يا خالد، انا راجل بقول لك كبير وشايفك محترم جدا وطبيعي جدا في ادائك. ربنا يكرمك. وانا نفسي تسيبك بقى من موضوع التمثيل وخليك معانا هنا كل يوم. ليه؟ ما هو عشان برضو ناكل عيش برضو. نعمل ايه؟ اكل العيش برضه ليه يا حبيبي؟ عايز اكلم بقى داليا وبعدين ارجع لك تاني. ماشي خلاص انا مستنيك. صباح الخير. بس داليا ما تعكسش برضه، ها، عشان مش دخلت عليا دخلت حبيبي. ما انا قلت لك انا فوق ال 60 يا خالد. ماشي دي ماشي. دي ماشي دي حاجه حلوه جدا من المذيعات المحترمات اللي نفسي المذيعات على القنوات الثانيه تتفرج عليها وتشوف طبيعيه ادائها. ربنا يخليك. هي ببص لي بتستغرب. لا انت كده يا داليا من المذيعات المحترمات جدا، وانا فوجئت النهارده ان انت كنت بباليه اظن او حاجه زي كده، سمعتها منك دلوقتي. انت بتهزر. المهم يا داليا، انا شفتك في برنامج من 3-4 ايام كده بتتكلمي مع ناس بتوع بانتومايم اظن، واحده وواحد بانتومايم، وختمت البرنامج يا داليا باسلوب رائع. ربنا يخليك، شهاده اعتز بيها. انا يا داليا شايفك محترمه جدا. الله يخليك. وخليك على طبيعتي كده، وانا بتنبأ لك بمستوى طيب جدا جدا. ربنا جداً. يخليك شهاده اعتز بيها. تفضل بقى عن جمالك الغير طبيعي ده. تليفونك والله يعني تليفونك كده ادانا طاقه ايجابيه كده. لا يا خالد، ده انت كده، انت يا حبيبي انت تحتاج تستاهل اكتر من كده. ربنا يخليك. انا بحب اتفرج عليك. ربنا يخليك. بحب اشوفك وانت بتتكلم بطبيعيتك دي. الحمد لله. طب قول لي بقى ايه رايك في موضوع التخن بقى، الستات والرجاله اللي بقوا متخنانين جامد اليومين دول؟ بص يا خالد، موضوع التخن والكلام ده كان مره زمان وانا بتفرج برضه على البرنامج بتاعكم، كانت داليا علقت مره قالت مدام انت في وفاق بينك وبينها كل المسائل الجانبيه دي تتحل. صح. بيبقى لها ممكن زي ما هي قالت برضو باسلوب ظريف كده، او زي ما انت قلت ان انا حاسس ان اتخنت شويه سنه كده، عايز ابقى اشوف وشك دلوقتي في مال الشاشه حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. فعايز اقول لك ان هي ليها اسلوب في في في, في العلاقه، ما دام انت معاها متوافقين ذهنيا وفكريا، كل الكلام ده كله كلام ما مش ذات تاثير على العلاقه بينهم. هتعمله بحب وهو هيعمله بحب، مش هيعمله غصب عنك. بالظبط يا داليا بالظبط، وانا بعتقد ان ده خطك انت وانت ماشيه. شكرا. صباح الفل عليك يا عدلي. صباح الفل. بس حلوه فكره ان انت تقولي له بحب. انت اخس بحب وما اكلش بحب. طب العلاقه كلها حب ومزيكا وعصافير وقلوب كده وزي توم اند جيري. يا الحاجات دي موجوده في الحقيقه ولا موجوده في الافلام بس؟ انت مش شايف يا خالد اللي بيني وبينك اهو في قلوب طالعه ازاي؟ انت هتقولي لي شايف طايره حيره. طايره حيره فعلا. طب ناخد اسامه من المنوفيه. يلا بينا. اسامه 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 يا اسامه يا اسامه. راح اسامه. شكرا. اسامه راح 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 راح. فانا ممكن اقول لها انا عايزك اصل خدي بالك في رجاله بتحب الست التخينه. زمان كانوا ليه بقى؟ زمان كانوا بيحب التخان، كانت الست الحلوه وملكه الجمال هي الست التخينه. ليه اتغير المفهوم دلوقتي ان الست الرفيعه هي ملكه الجمال؟ هو الذوق ما زال موجود دلوقتي، ان في رجاله اراهني كان في رجاله اتفرج علينا دلوقتي هي بيحب الست التخينه، بيحب مراته تكون تخينه، مش التخن اللي هو يعني زي ما انت قلتي بيبقى جزء منه مرض خلاص. هو تحول لمرض اللي هي مدملكه. مدملكه يعني. لكن فكره ان هي تبقى رفيعه قوي يقول لك ايه رفيعه المسلوعه دي؟ في رجاله هم اللي عاجبهم ده واللي عاجبهم ده. هي اذواق بقى، اذواق. هي في الاخر اذواق. بندايه كده صغننه حلوه كده. بندايه 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 كده اللي فنتايه حلوه كده كده بتدقلك كده. في حاجه. لكن ماشيه لي عامله لي زي العصايه كده. ايه ده المنظر ده؟ عودين. لا ما احبهاش. هي في الاخر هي في الاخر اذواق. ولولا اختلاف الاذواق لبارت يعني مع الاختلاف طبعا مع ده. بس احنا نتكلم ناخد مفهوم او روح المثل يعني. بالظبط بالظبط. طيب ناخد اسامه من المنوفيه. رجع لنا اسامه. اسامه يا اسامه. الحمد لله. ازيك يا دودي؟ ازيك؟
الحمد لله والله كويس. عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا خالد؟ ازيك يا اسامه؟ الحمد لله. فاكرني؟ فاكرك. تمام الله يخليك. فاكرك يا اسامه. انت عامل ايه؟ الحمد لله. انا من المنوفيه. اجدع ناس في المنوفيه. انت منين في المنوفيه؟ انا من اويسنا. اويسنا اجدع ناس. اجدع ناس. قول لي بقى ايه رايك في موضوع التخن والخساسين ده؟ في الاخر كل واحد حر صح؟ انا شايف يعني. لا لا مش كل واحد حر، بس لو انت عارف الكرش ده عايز على فكره اللي هو بقى الراجل من غير قرش مش عايز عايزه عايزه الاستاذ محمد يسمي بنته ايه، لان فعلا كل البيت بقى اسمه ايه، بيبقى طبعهم ايه فعلا. انت واضح ان انت مرتبط. لا لا خالص. امال ايه انت نفسك بنتك ان شاء الله المستقبليه تسميها ايه؟ خالد انت بتفضحنا على العلن كده يا خالد. لا ايه رايك؟ بس انا برضو انا لماح فطر. انا لماح. ماشي يا خالد. انا فطين كده دايما فطر. ربنا يخليك لايه يا محمد. بس عايز تنزل الكرش بجد بتبقى انا عشان في ثالثه ثانوي وكده بقى، وانت عارف بنوع كتير والكلام ده، فما بتتحركش فبنربي كرش والكلام ده. ماما بتخش عليك كل يوم بالصينيه تقول لك كل يا حبيبي عشان تتغذى عشان تعرف تذاكر المعلومه تثبت في الاخر ما بيشوفوش حاجه. في الاخر بتاكل ما بتجيبش درجه. تغلي كوبايه ميه بقرفه وزنجبيل ومعلقتين عسل. بس انت عارف يا اسامه واحنا صغيرين لما كنت بذاكر انا ما كنتش بحب اقعد اذاكر على مكتب، يعني ما بحبش اقعد اذاكر، فاحب اتمشى في الاوضه كده يعني. وانا كمان والله يعني ممكن اقعد على الارض اتمشى اطلع على السطح كده. الحركه الكتير دي بتساعدك ان انت كمان تبقى بتتحرك عندك تركيز كده، بتفكر. وبالذات لما بتبقى حواليك مكان واسع كبير كده ما تفكر يعني. صح. تبص اكتر في الكتاب، بتركز اكتر وبتحفظ والمعلومه بتثبت، وبالذات الوقت اللي بيبقى بعد الفجر ده، بعد صلاه الفجر على طول. صح صح. 100 100. شكرا يا اسامه. شكرا يا اسامه. ناخد احمد من المنوفيه برضو. احمد من المنوفيه. احمد صباح الخير. منوفية منوفية منوفية. احمد انا بحسد اسامه واحمد كده لما بيطلعوا كده الصبح يقول لك بقعد على السطح والشمس والنور، على السطح كده في الفجريه كده تاخد وقاعد. تاني ايه؟ بقول لك في الفجريه. تاني ايه في المنوفيه؟ اعمل تاني في المنوفيه. فكرة ان انا قاعد على السطح كده وبمزاج كده والجو وريحه الجو كده ريحه جميله. انا امبارح كان معانا عمر مفتقدين ده قوي هنا العوادم والتلوث. بيتكلم بقى ان هو كان بيروح سوهاج بس علشان خاطر ايه؟ بيقول لك انا بروح اشحن. فهيروح كده يشم بس برضه الحاجات ال 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 يعني الرحلات دي مرتبطه بالفطير المشلتت والسمن البلدي ومرتبط بالاكل اللي هو الريف التحفه ده طول والعسل. احنا بنصبح طبعا على كل اهالينا يعني في كل مكان. صباحكم زي الفل. صباحكم زي الفل. مش بنحسد ولا حاجه بس هياخدونا معاك. بس عايز اقول لك زمان كانوا بياكلوا يعني برضه سمنه بلدي وزبده، ما كانوش بيتخانوا التخن اللي احنا بناكله دلوقتي. الاكل الجديد لأن في مشكله؟ لا لا لان زمان هو الاكل الجديد فيه مشكله طبعا، بس هو زمان كان بيشتغل شغل عملي كتير. وبعدين احنا مش في مصر بس يعني، الناس دايما بتبص لامريكا بتبص لفرنسا يقول لك الاعلانات الامريكيه والاعلانات الفرنساوي عندهم حاجه مهمه جدا ان الموديل اللي بتطلع في الاعلان اللي هي فتاة الاعلانات لازم تطلع رفيعه جدا وشكلها عامل ايه ومش عارف ايه والكلام ده كله. لكن انت لو جيتي ركزتي لا هم عندهم اكبر نسبه بدانه في العالم. في ملكه جمال كانت شفتها كانت زي القمر، كانت ملكه جمال البدانه الجسم الكيرفي بقى لا لا كانت يعني ملكه جمال بدانه وشها زي القمر وطالعه وعادي جدا وملكه جمال البدانه وكانت زي القمر. لا هي البدانه مش حاجه وحشه، بس زي ما انت قلتي هي لو تحولت لو تحولت لحاجه مرضيه وفي الاخر ما تبقاش مبعجره. ما هو انا ممكن ابقى بدين وتخين بس متناسق يعني طول بعرض في الاخر، لكن مش ابقى مبهدل كده والكرش قابب لقدام ومقتب وعامل كده فرحتي ان انا تخين ومليان. هي بس عشان الصحة، عشان برضو الناس ما تفهمش غلط. احنا يعني كل واحد حر طبعا هو يطلع رفيع يطلع تخين ياكل ما ياكلش. بالعكس احنا ما يعني ايا كان الشكل يعني بالعكس يعني كل واحد حر. لا كل الناس حلوة وكل الناس جميلة وكل الناس زي العسل، بس يعني بنقول مرتبطة بالصحة لان هي فعلا. انت بتضحك على ايه؟ لا ما انا ما بقول حكم دلوقتي. ايوه انا سامعك. انا معجب بكلامك. اديني فرصة اقول حكمة. انا معجب بكلامك. اديني فرصة اقول حكمة. ما احنا في الاخر لازم نقدم الحكمة. احنا أيوة. بنهزر لكن في حكمه في الاخر. عشان كده انا مديك الفرصه تقوليها. قوليها يلا. اديني المهم احنا مش بنقول ان الناس مش بنقول ان الناس يعني كل واحد طبعا حر في شكله. يا خالد سيبني اكمل الجملتين اللي انا عارفاهم. والله معجب بالكلام. والله عايز اقول حكمه. والله ماشي قولي الحكمه بجد. طب تاني نرجع تاني. احنا مش بنقول ان الناس كلها انها يعني الشكل حاجه وحشه او بنعايب على التخين او بنعايب على الرفيع. بالعكس
كل الناس حلوه وكل دي يعني شكل ربنا اللي خلقه وكل حاجه، بس احنا بنقول ان ده مرتبط بالصحه مش اكتر، مش شكليا. الشكل ده حاجه سطحيه في الاول وفي الاخر، الروح هو اللي بيفرق، بس هي قصه كلها قصه السطحيه، قصه الصحه يعني. وعايز اضيف كمان على موضوع حلو جدا بجد. ما هو ده الهدف في الاخر، عارف لما بتعملي مسرحيه في ادوات تصويريه ايه العبره من الفيلم او عبره من في الاخر تقولي المسج ايوه الرساله بتاعتك. ففي فرنسا مثلا هم راحوا قالوا الناس بتشتغل في الاعلانات، الحكومه فرضت عليهم قالت لهم لا البنات اللي بتطلع في الاعلانات دي ما تنفعش، ما تاكلش معانا، احنا مشهور عندنا الجسم الفرنساوي والكلام ده كله، لا بس احنا عايش معانا ناس تانية تخينه، فما ينفعش ان انت تبقى بتكلم بس الناس الرفيعه. ايوه صح. فحط لي في الاعلانات ناس أدخن شوية وناس جسمها غريب وجسمها مختلف، وده فعلا. بعدين عندك الطليان برضو مش رفيعين. الطليان؟ عشان المكرونات والبيتزات. على فكرة مفيش حد رفيع في العالم، يعني فكرة ان شعب رفيع او شعب مش عارف عامل ازاي مش حقيقة، هو فيه التخين وفيه الرفيع، فده المنطقي. بس ساعات يعني الاكلة الشعبية بتاعت الدولة هي اللي برضو بتفرد ترند كده لل. هتروحي بقى ده بقى فار ايست بقى، تايلاند، كوريا، بقى هما مش تخين بقى، ما بقولك دي الاكله الشعبيه دي، هما بقى اكلهم بيفرض عليهم ان هما يعني مسلوعين جدا وعلى طول شعرهم ناعم، صغننين كده وشعرهم ناعم وشعرهم بيبقى يعني زي كده مفيد. وبيلعبوا بالي وده فن برضه يا راجل. فاكر المشهد؟ لا المشكله ان هو عدلي قال لك في التليفون ايه، وانا كمان اتبسطت ان انت بتلعبي بالي. تصدق يا عيني ان انت بتلعبي بالي يا عم، خلي الناس تصدق في ايه، هو انا نلعبها ولا كمان نقولها. ماشي. طيب يحدث في مصر، يحدث في مصر يلا. النهارده مجلس الجامعه العربيه هيعمل اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجيه العرب بناء على طلب مصر لتعيين امين عام جديد للجامعه العربيه، وبرده هنا عايزين نحيي الدكتور نبيل العربي اللي قام بدور كبير جدا في الجامعه العربيه على فتره السنوات طبعا. اللي فاتت. طبعا وزير الشباب والرياضه خالد عبد العزيز هيتقابل في مركز شباب الجزيره مع امناء شباب الاحزاب السياسيه واعضاء مجلس النواب تحت سن 35 سنه ومعاوني الوزراء في اطار جلسات الاستماع الخاصه بعقد منتدى الحوار الوطني للشباب، وده اللي دعا ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 9 يناير اللي فات بمناسبه الاعلان عن عام 2016 عام للشباب المصري. في كمان النهارده وزاره التضامن الاجتماعي هتوقع بروتوكول تعاون مع برنامج الانمائي للامم المتحده، البرنامج ده حسب البروتوكول هيقوم بتطوير القدرات المؤسسيه والموارد البشريه لوزاره التضامن. وزير التموين والتجاره الداخليه خالد حنفي وزير التخطيط والاصلاح الاداري اشرف العربي هيفتتحوا مؤتمر رؤيه الحكومه التنمويه في 2030 بمكتبه اسكندريه بحضور اعضاء مجلس النواب عن محافظات اسكندريه، مطروح، البحيره، واساتذه الجامعات ورجال اعمال وممثلين عن المجتمع المدني. النهارده كمان هيحتفل برنامج الاغذيه العالمي التابع للامم المتحده وزاره الخارجيه اليوم باليوم الافريقي للتغذيه المدرسيه اللي بتدعمه وزارات التربيه والتعليم والتضامن الاجتماعي ومشاركه وزارات الزراعه والاستصلاح الاراضي والصحه والسكان. الجامعه الامريكيه بالقاهره هتعمل ندوه عن انخفاض قيمه الجنيه المصري ونقص العملات الاجنبيه، وده جزء من سلسله ندوات مصر ما بعد الثوره اللي بتعملها كليه اداره الاعمال في الجامعه. النهارده افتتاح العرض المسرحي تمثال ورق الساعه 8 بالليل في قاعه مسرح الشباب بالمسرح العائم بالمنيل. خبر كبير قوي، هيفتتح وزير الثقافه حلمي النمنم ومحافظ البحيره محمد سلطان النهارده معرض دمنهور الاول للكتاب اللي بيستضيف معرض القاهره الدولي للكتاب لاول مره في مكتبه مصر العامه بدمنهور. زي ما احنا شايفين كمان دلوقتي موجود معانا على الشاشه، ده زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضوره لمناورات رعد الشمال اللي موجوده في السعوديه دلوقتي بدعوه من خادم الحرمين الشريفين. نكمل الاخبار. طيب يلا. وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده محمد شاكر هيفتتح النهارده ندوه فرص الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءه نظم الاضاءه اللي بيتم تنظيمها بالتنسيق بين كل من وزاره الكهرباء وجمعيه رجال الاعمال المصريه. لجنه الاثار هتنظم في وزاره الثقافه ندوه في المجلس الاعلى للاثار عن الاهميه السياحيه للمباني الاثريه والمواقع القبطيه والاسلاميه. النهارده اخر فعاليات بطوله مصر الدوليه والعربيه للقفز بالمظلات اللي اتعملت بمنطقه الاهرامات. هتنتهي النهارده فعاليات المنتدى الافريقي الثاني للشبكات الذكيه للكهرباء واللي اتعمل تحت رعايه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء. بيت السناري الاثري هينظم النهارده ورشه عمل للاطفال عن فن طباعه العقد والربط. العقد والعقد والربط. طيب زي ما احنا قلنا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده موجود او بيحضر مناورات رعد الشمال.
ختام الختام بيحضر ختام مناورات رعد الشمال، وده العرض العسكري الاكبر اللي بيشارك فيه دول كتيره جدا، 300,000 عسكري و14 دوله عربيه وست دول اسلاميه. ويعني من اضخم يعني المناورات، من اضخم المناورات العسكريه. حتى امبارح هو كان موجود ترند على تويتر، مناورات رعد الشمال، ولغايه النهارده الترند ده مكمل في الوطن العربي كله، كل الوطن العربي بيتكلم على مناورات رعد الشمال. فاحنا كمان شويه هيكون معانا كلمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي من السعوديه في ختام المناورات. فرصه كبيره بجميع القوات المشاركه في التدريب لقصة الدايت. لا 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 الدايت. طب هنقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي في السعودية اللي بيشهد ختام تدريبات مناورات رعد الشمال. ننتقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة السعودية أو مملكة السعودية. أما بعد، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصحاب الجلالة والفخامة، أصحاب المعالي، أيها الحفل الكريم، ضيوف المملكة العربية السعودية من الأشقاء والأصدقاء، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم بين أبنائكم المشاركين في هذا التمرين التعبوي الذي يجمع هذه القوات ليترجم أروع مثال لتعزيز التعاون العسكري وتوحيد المفاهيم والخطط العسكرية بين الدول العربية والإسلامية، وليجسد مبدأ المحبة وروح الأخوة، ألا وهو تمرين رعد الشمال. سيدي، خير بداية لكل بداية القرآن الكريم يتلوه على مسامعكم النقيب عبد الله بن أبكر هزاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. اون تراك غدا الساعة 6:30 مساء على النهار اليومي. هذا البرنامج برعاية صباح الخير عليكم ونهار جديد. بنرجع تاني بفقراتنا بنهار جديد. الفقرة الأولى طبعا احنا يعني الفترة اللي فاتت كان عامة موضوع الطاقة أو الكهرباء كان بيشغل بال المصريين، ولكن يعني كان في مشاكل في قصة الطاقة بنواجهها في مصر، لكن بصراحة بقالنا فترة طويلة المشكلة اتحلت، خاصة أن الطاقة بتعتبر هي المحرك الأساسي اللي في حياتنا واللي بنعيش أزمات كتيرة معاه. صحيح زي ما قلت أن الطاقة ما بقتش تقطع زي الأول، لكن زيادة السكان زيادة الاستهلاك ده بيخلي مصر بتفكر في بدايل
جديدة زي استخدام الطاقة النظيفة اللي بتعتبر الطاقة الشمسية من أهم أنواعها. كمان أزمة محطات الكهرباء لسه ما خلصتش رغم أن مشاكلها برضو قلت كتير. الطاقة معروف أن هي ضيف عزيز علينا تحديدا في فصل الشتاء، في فصل الصيف عفوا، وكمان الشكاوي ما بتنتهيش سواء من اسكندرية لأسوان. لكن النهاردة معانا تجربة للتفكير بره الصندوق زي ما بنقول، وأبطالها ناس قرروا أن هم يتحدوا الأزمة دي وما يقفوش عند مرحلة الشكوى، بالعكس أن هم يبادروا بأن هم ينفذوا تجربة جديدة متعلقة بالطاقة الشمسية ويجدوا حلول حقيقية لمشكلة الطاقة. التجربة دي كانت موجودة في قرية البسيسة التابعة لكفر الأشراف في محافظة الشرقية. اتعمل مشروع لإضاءة البيوت بالطاقة الشمسية وقدروا فعلا أن هم يعملوا محطة طاقة شمسية في القرية بتقدم الخدمة للأهالي، كمان ده بيساهم كمان في خفض أسعار الفواتير الكهرباء. عشان كده احنا لازم نتعرف على التجربة دي ونستضيف القائمين على المشروع، ومنورنا النهاردة الدكتور أحمد إبراهيم عبد الحميد رئيس منتدى الطاقات الجديدة اللي بادر بهذه التجربة. بنرحب بحضرتك معانا يا دكتور أحمد. أهلا بيك. إيه بقى قصة التجربة وبدأتوها إزاي وإيه اللي شجعكم إنك أنتوا تعملوا حاجة زي؟ والله أولا بحيي حضرتك على المقدمة، لكن في نقطة مهمة جدا. اتفضل. من الاحتياج لازم تفكري انك تحل المشكلة. فاحنا بدأنا التجربة في سنة 78 ليه؟ حضرتك عارفة الريف في المصري في قرية البسيسة؟ الريف المصري بيعاني من حاجات كتيرة، من ضمنها مفيش طاقة، مفيش كهرباء. فكان لازم تحل المشكلة. عشان تحل المشكلة ما تحلهاش بطريقة تقليدية. وفي نفس الوقت لو أنا النهاردة هحل بطريقة تقليدية، طب لغاية إمتى؟ ما هو إحنا بنعاني من مشكلة الطاقة التقليدية اللي هي إحنا بنستخرجها من البترول أو خلافه، سواء كان من المية والسد العالي وغيرنا، فإحنا بنعاني دلوقتي من نفس المشكلة. لكن نعمة ربنا سبحانه وتعالى الشمس اللي هتبقى معانا طول حياتنا لغاية ما الحياة تنتهي، ليه ما نستفادش منها؟ دي كانت البداية، الطاقة الشمسية. فالطاقة الشمسية والشمس موجودة، لا حد بيتحكم فيها ولا حد هيقول تطلع ولا ما تطلعش. صحيح. ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الكون ومسيطر، ولا هيدخل فيها مؤسسات ولا دول ولا مشاكل ولا اي شيء. حد يقدر يقول ان الشمس تطلع النهارده ولا ما تطلعش؟ لا. فمن هنا كانت الفكرة، نقطة البداية. بس نقطة البداية حضرتك محتاجة تمهيد. ليه؟ احنا مجتمع معظمه في فترة من الفترات اللي بنتكلم عليها كان في نسبة الأمية عالية جدا، الجهل، المرض. فانت لما تيجي تتكلم على حاجة زي دي وحضرتك خديها في صورة دعابة، يعني ان احنا النهاردة ما جينا نقول هنشغل مثلا الراديو بالطاقة الشمسية، يتبادر لذهن المواطن البسيط ايه؟ ان الراديو هيشتغل بالطاقة الشمسية ازاي؟ فهيجيب الراديو يحطه في الشمس. على اساس ايه؟ انه يشتغل بالطاقة الشمسية. يشتغل بالطاقة الشمسية، او نحط الموبايل جنب الشباك عشان يشحن. ما جاش في دماغه ان في اجهزة ممكن تاخد أشعة الشمس وتحولها إلى طاقة، لأنه ما يعرفش. فمن هنا كان لازم تعملي نوع من التهيئة، تجهزي الناس عشان يبدأوا. قعدتوا من 78 تجهزوا الناس لغاية النهاردة 2015. ليه حضرتك؟ ليه؟ انت بتغيري ثقافات، بتغيري أفكار، وفي نفس الوقت بتعملي دراسات حول هذا الموضوع. ايه هي بقى الناحية الاقتصادية؟ ما هو أنا النهاردة حاجة أقول لحضرتك بلاش تستخدم الكهرباء، استخدم الطاقة الشمسية، أول سؤال هتسألي تقولي إيه؟ بكام؟ فمدام بكام يبقى أنت لازم تجهزي، مدام إزاي يبقى إحنا لازم نجهز الناس برضو عشان نجيب المتعلمين ونجيب 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 ونجيب، علشان يعملوا إيه؟ يعملوا تعبئة لأفكار وأفراد المجتمع. طب هل كان في تشجيع أو دعم من شركات كهرباء؟ كان في دعم من الحكومة؟ عرضتوا ده مثلا عليهم؟ بص حضرتك، احنا بنؤمن بالمثل اللي بيقول
ما حك جلدك مثل ظفرك. النهاردة الحكومة الشركات خلافه، خلينا ناخدهم جزئين. طيب الحكومة مثقلة، ناخد التفاصيل بس نروح الأول بس لزميلتنا، أستأذن حضرتك نروح بس لزميلتنا مي عادل من إدارة العامة للمرور، هتقول لنا كده إيه الطرق عاملة إزاي، إيه أخبار النهاردة الطرق. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا داليا وعلى ضيفك في الاستوديو. احنا في الاداره العامه للمرور وما زلنا في ساعات الصباح اللي هي ساعات الذروه الصباحيه، وكمان النهارده الخميس يعني في زحمه اخر ايام الاسبوع بالنسبه للموظفين. معنا ومعكم سياده النقيب احمد حافظ هيطلعنا على الطريق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. احنا لسه في ساعات الذروه الصباحيه فممكن حضرتك تطلعنا على الطريق. تمام، يمكن احنا عندنا الحمد لله في هدوء نسبي بعض الشيء دلوقتي بالنسبه لمناطق محور 26 يوليو. يمكن لو الكاميرا بتاعت حضرتك رصدت معانا اعلى المحور، الحمد لله يمكن ما عندناش اخطار حتى الان بوجود اي كثافات بالنسبه لمناطق محور 26 يوليو في الاتجاهين. ايضا بالنسبه لمناطق كوبري اكتوبر، يمكن كان شاهد معانا صباح اليوم من حوالي الساعه 7:30 او 8 الا ربع لحد الساعه 9 كان في عندنا كثافات مرورية مرتفعه وكثافات شديده جدا اعلى كوبري اكتوبر، خاصه اعلى وزاره الماليه واعلى رمسيس. يمكن الحمد لله رجال اداره عمل مرور القاهره بيتم العمل الان على تصفيه الكثافات والانتهاء منها تماما خلال فتره وجيزه، هيكون كوبري اكتوبر بيعمل معانا بشكل جيد جدا. بالنسبه للطريق الدائري مناطق القصر الغربي تحديدا قادم مناطق اعلى الصحراوي اتجاه المريوطيه، كان في عندنا اخطار بوجود حادث تصادم ما بين سيارتين نقل، يمكن سياره هدت من سرعتها فجاه جت سياره نقل خبط فيها من ورا، الحمد لله كان حادث بسيط لم ينتج عنه اي اصابات او وفيات، ولكن طبعا الطريق الدائري بيتاثر باي حادثه تحصل عليه فسببت معانا كثافات لحين الانتهاء من اصلاح السيارتين ورفعهم تماما من الطريق، وده تم بالفعل. يمكن الطريق الدائري امامنا على الكاميرات بتاعت حضرتك بتعمل بشكل جيد جدا سواء منطقه منزل الصعيد او مناطق قصر النبي اللي بتشهد كثافات مروريه اكتر كثافات مروريه على الطريق الدائري. بالنسبه لمحاور القاهره سواء محور الثوره او محور الاستراد، الحمد لله ما زال بيعمل بشكل جيد جدا معانا، الكثافات الذروه الصباحيه انتهت على ان تبدا ان شاء الله معانا من الساعه 12 في تعزيز الخدمات اليوم. زي ما حضرتك ذكرت في اول التقرير بتاعك النهارده يوم الخميس بيبقى فيه توافد المواطنين على مناطق الوجه البحري والابلي لقضاء عطله نهايه الاسبوع يا فندم. تمام، الاسبوعين اللي فاتوا يا فندم كان في تصليحات على كوبري اكتوبر خاصه منطقه رمسيس، هل كمان عطله الاسبوع ده هيكون فيها تصليحات؟ يمكن النهارده الحمد لله احنا ما عندناش اخطار لسه بوجود بدايه اصلاحات على طريق كوبري اكتوبر، هو كان الاسبوع اللي فات في منطقه اعلى الازبكيه تم اصلاح نص الفواصل، بيتم التنسيق مع الشركه بتدينا اخطار النهارده اذا كان هيتم الاستكمال باكر ان شاء الله من عدمه، ولكن هو عايزين نطمن الساده المشاهدين ونطمن حضرتك ان شاء الله كوبري اكتوبر هيتم الاصلاح فيه باصلاح جزئي مش هيتم غلقه تماما، هينتهي منه ان شاء الله خلال الاسبوعين الجايين دول. عفوا يا فندم. حضرتك يا فندم زي ما سمعت يا داليا في سيوله مروريه حتى الان والحمد لله، يعني الحادث على خير تم على خير من غير اي اصابات، نتمنى للجميع الوصول بالسلامه وعوده اليكم مره اخرى في الاستوديو. بنشكر زميلتنا مي عدلي من داخل اداره العامه للمرور اللي ادت لنا يعني ملخص سريع لاخبار المرور النهارده وكمان على موضوع تصليحات كوبري 6 اكتوبر. بنرجع تاني لضيفي الدكتور احمد ابراهيم رئيس منتدى الطاقات المتجدده اللي بنتكلم فيها عن موضوع الطاقه الشمسيه. كنا احنا بنتكلم قبل التقرير المرور ان احنا بنتكلم هل حضرتك لقيت مساعده من الحكومه ولا كانت جهات ذاتيه؟ هو كل الموضوع بدأ وما زال جهود ذاتية. جهود ذاتية. جهود ذاتية ليه؟ لأنه احنا في كل أنشطة البسيسة لا نعتمد إلا على الله ثم على جهود ذاتية. احنا ما خدناش حاجة من الحكومة ومش عايزين حاجة لأنه احنا عارفين الوضع اللي بتعاني منه الحكومة في كل الأمور. طب حضرتك يعني في مكانك كرئيس منتدى للطاقات المتجددة ما حاولتش حضرتك مثلا ان انتوا يعني تشوف يعني الكرة اللي جنبكم ان انتوا توسعوا موضوع المشروع وان هو يبقى مثال لكرة تانية ان ناس تانية تبتدي تطبق المبادرة؟ هو بقى حضرتك هنا السؤال بتاع يعني ايه منتدى؟ منتدى الطاقات المتجددة هو عبارة عن مجموعة من الجمعيات على مستوى أكثر من محافظة بتتبنى فكرة نشر وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة. وانتشر في محافظات تانية ولا مقتصر ده؟ ما أنا هكمل لحضرتك. اتفضل. عندنا في بني سويف في نموذج، عندنا في المنيا في نموذج. حلو. عندنا في أسوان في نموذج، احنا عندنا 13 محافظة بتتبنى هذه الفكرة وهو ده اللي كون منتدى. كل ده بدأ من البسايسة. تم تطبيقها؟ طبعا. فالنهاردة على سبيل المثال هناخد البسايسة. البسايسة في عندنا بسايسة 2
في جنوب سيناء. مجتمع جديد، واشترطنا ان لابد ان يكون جاء كافة المنازل تكون بطاقة شمسية. طبعا معلش انا هضيف لحضرتك جزئية ان الطاقة، احنا ما بنتكلمش على الطاقة الشمسية بس، احنا بنتكلم على استفادة من المخلفات في انتاج السماد والطاقة اللي هو البايو جاز، وبنتكلم على طاقة رياح. فده كله حضرتك على اساس ان احنا نقول له انت محتاج ايه، ما تروحش بقى للكهرباء. لما تروح للكهرباء روح في اضيق الحدود الممكنة اللي هي ايه، القدرات اللي تكلفك عالية واحنا ما نقدرش عليها دلوقتي كتكلفة مادية. طب هل الطاقة الناتجة عن خلايا الشمسية دي ممكن انها تشغل كمبيوتر، ممكن انها تشغل ادوات منزلية، شوفي تلفزيون؟ حضرتك احنا عندنا نظامين. اتفضل. النظام الاول ان ممكن الكهرباء بالطاقة الشمسية تكون بديل للكهرباء تماما. فيبقى انا هشغل البيت كله بالطاقة الشمسية. بشغله بقى بالطاقة الشمسية في عندي كذا حاجة. السخان هستبدله بسخان شمس. وده الجمعية وفرته على الناس بالقسط، بيدفع 35% تلت السخان كاش، والباقي بيقسطه على 4 سنين بدون فوائد. فده السخان الشمسي عشان اوفر استهلاك السخان. 2، المكيفات، هناك مكيفات بالطاقة الشمسية. دي قصة بقى الشمسية. فصل الصيف قصة الكهرباء والمكيفات دي قصة. نقول الجزء ده يفضل عندنا ايه بقى، الانارة وتشغيل الاجهزة الكهربية. دي كلها تقدر حضرتك تعملي شقة من الالف للياء، من بيت من الالف للياء بالطاقة الشمسية، وتكلفته في حسابات بقى الاقتصادية. بنتكلم على ايه، حاجة حضرتك مش هتدفعي كهرباء لمدة 25 سنة. ممكن يوفر قد ايه مثلا من الاقتصاد المصري لو يعني ناس كتيرة جدا او شريحة كبيرة جدا استخدمت الطاقة الشمسية؟ لا أنا داخلين في كام كده؟ انا هقول لحضرتك بس الجزء، انا عندي السيستم او النظام اللي هو انت هتشغلي بيه بالطاقة كل الكهرباء في البيت يكفيكي 25 سنة. بتدفعيه مرة مرتين، دي بقى الأدوار اللي يجب ان الشركات والحكومة والبنوك تتبناها. انا بقى هخلص ثمن النظام ده كله كام من ال 25 سنة في 4 سنين، يبقى انا وفرت على المواطن 21 والدولة سنة. 21 سنة نقول 20. اوكي نقول 20، شوف حضرتك يبقى العائد والمردود على الاقتصاد يبقى قد ايه الحسبة. طب ليه بقى احنا ما بينتشرش الموضوع؟ ممكن نخش احنا كده. ما بينتشرش ليه؟ احنا عملنا دراسة متكاملة في كل 13 محافظة اعضاء المنتدى. لقينا ايه؟ الشركات اللي دخلت في الشغلانة عندها خدمة ما بعد البيع سيئة، بمعنى ركبت سخان شمسي وبعدين السخان حصل فيه اي عطل ادور على الشركه ما لقاهاش، مفيش صيانه، مفيش خدمه الصيانه او خدمه العملاء مثلا. بالظبط. طيب ركبت شغلت بطاقه شمسيه، حصل عندي عطل في جهاز اللي بيحول الطاقه من تيار مستمر الى تيار متردد، عطل اروح بيه فين؟ ده كله احنا بقى تلفيناه في البسايسه. بدانا نعمل فرق عمل. فرق العمل دي للصيانه، للتركيب، لكذا لكذا لكله، بحيث ان حضرتك ترفع سماعة التليفون تقول والله انا عندي مشكلة في النظام، في خلال ساعتين يكون عندك واحد يشوف حل المشكلة فورية. وإلا حضرتك هتقول ايه، انا عندي طاقة شمسية بس فاشلة. ليه؟ ما بتغطيش احتياجاتك. من هنا بنقول حاجتين اتنين بنناشد فيهم الدولة ونناشد فيهم البنوك ونناشد فيهم كل انه عاوزين نيسر الحصول على الطاقة الشمسية. في يعني الحمد لله دلوقتي يعني دلوقتي يعني دلوقتي الاعلام ساهم بدور كبير جدا في الدعاية ونشر الوعي، بلاش اقول الدعاية، ونشر الوعي لدى المواطنين عن، وده نشأ منين حضرتك؟ من ازمة الطاقة. فاضطرينا ندور على بدايل. في كتير جدا لما كنت تقول له الطاقة الشمسية يقول لك يا عم زمان، النهارده بيقول لك لا انا موافق بس شوف لي ايه حسب. لو انا قلت له بقى بيت عاوز تشغل بيت كامل
طب في شقه، في شقتين، يكلف كام؟ طيب استاذن حضرتك بس، وزير استثمار معانا على الهواء دلوقتي بيفتتح نموذج اكشاك المعادي، هننتقل بس اليه ونرجع لحضرتك تاني. ننتقل لوزير الاستثمار ومعانا مراسلنا من هناك اشرف. صباح الخير كريم. صباح الخير. صباح الخير، وصباح الخير على المشاهدين وضيفك الكريم. الآن يقوم وزير الاستثمار الدكتور أشرف سلمان بافتتاح النموذج الجديد للأكشاك بمنطقة المعادي. هذا النموذج الذي يعني نال استحسان الكثيرين هنا في هذه المنطقة، لا سيما أنه تم إدخال بعض التعديلات التي أثرت على هذه الأكشاك من حيث الشكل، أيضا من حيث المنتجات المعروضة، واستحداث بعض يعني الأمور التي كانت غير معتادة على الأكشاك في مثل هذه المناطق، وهي وجود مشروبات ساخنة. وأيضا يقوم وزير الاستثمار الآن بتفقد هذه الأكشاك حتى يتم يعني دراسة كيفية تعميم هذه الفكرة في محافظتي الجيزة والقاهرة، وبالتالي من الممكن أن تعمم على باقي محافظات الجمهورية. معي في هذا اللقاء في الآن معالي الوزير الدكتور أشرف سلمان. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم، صباح الخير. يعني النهارده حضرتك بتقوم يعني بزياره او بتفقد النموذج الجديد للاكشاك، يعني رؤيه حضرتك للنموذج ده ايه وايه انطباعاتك حضرتك؟ انا الحقيقه مش بقوم بتفقد الاكشاك، انا بقوم بتفقد الفكره الجيده جدا اللي عملوها مجموعه الشباب اللي ورا هذا الموضوع. دول مجموعه شباب فكروا في نموذج استثماري جيد جدا، واحنا دورنا النهارده هو خلق الوظائف. دول مجموعه شباب بداوا بهذا النموذج، النموذج ده وراه الكثير، مش بس تطوير الاكشاك، لا تطوير الاكشاك، زياده مبيعات الاكشاك، استغلال الاكشاك بشكل حضاري. النموذج كله والشركه اللي عملوها مجموعه الشباب دي هي الحقيقه اللي ورا مجيئي اليوم، مش مجرد افتتاح الكشك. عايز اشجعهم، عايز يتسهل تراخيصهم اكتر في المستقبل. هم عملوا 5 نماذج مع محافظه القاهره، المفروض هذه النماذج ان شاء الله نسهل لهم التراخيص ان تنتشر في جمهوريه مصر العربيه كلها، لان النموذج ده بيخلي صاحب الكشك يستفيد، بيخلي مصر تستفيد لانه المنظر اكثر حضاره، بيخلي ايضا مجموعه الشباب دول يبقوا نموذج جيد لغيرهم، ان هم مش مستنيين وظائف، افكار جيده جدا ممكن يقدموها للمجتمع المصري، ممكن يشغلوا بيها ناس، ممكن يفيدوا نفسهم ويفيدوا بلدهم. واعتقد ان هو ده التوجه الرئيسي. الرئيس اطلق 2016 عام الشباب، وهناك عده مبادرات ان احنا نهتم بالشباب. الاهتمام الحقيقي بيهم ان احنا نسهل لهم الاجراءات، الاهتمام الحقيقي بيهم ان احنا نسهل لهم الوصول الى تنفيذ افكارهم، لان هناك افكار الحقيقه رائعة من الشباب بتطلع. وانا مش عايز اتكلم على الموضوع، انا عايز الحقيقة اجيب معايا حد من هؤلاء الشباب هو يكلم حضرتك على الموضوع واحنا واقفين، لان دي فكرتهم وده البيبي بتاعهم، واحنا مجرد لازم نزق معاهم. وده اعتقد ان هو دور الدولة ودور وزارة الاستثمار، هو تشجيع برضو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع صغار المستثمرين عشان يبقى في اتساق في المنظومة اللي أطلقها فخامة الرئيس في أول عام 2016 من الاهتمام بالشباب وتيسير الإجراءات اللي أمام الشباب. يعني بما ان الفكره تعد فكره جيده وقابله للتنفيذ، اذا يعني يبقى هناك دور للجهات الحكوميه وايضا منها وزاره الاستثمار حتى يمكن تعميم هذه الفكره في المناطق الاستثماريه حتى الجديده. يعني فما دور الوزاره في تسويق هذه الفكره؟ دور الوزاره نمره واحد، هي هتقف بجانب هؤلاء الشباب ان هم ياخدوا التراخيص المطلوبه ليهم، لانه ده الدور الرئيسي. يمكن استهدافنا لانه يبقى فيه هناك شباك واحد، انه يبقى فيه كيان مؤسسي، ما يحتاجوش الشباب دول النهارده يلفوا محافظات ويلفوا وزاره كهرباء ويلفوا وزاره تنميه محليه ويلفوا كل هذه الوزارات. مؤقتا هنقوم بالدور ده نيابه عنهم لحد ما نبني الكيان المؤسسي، علشان نفتح للشباب بعد كده نظام مؤسسي يقدر ياخد تراخيصه بطريقه سهله، يقدر يعرف ايه الاوراق المطلوبه منه، ما تبقاش العمليه معتمده على اشخاص. ولو يعني حضرتك تسمح لي نستضيف معانا هؤلاء الشباب يتكلموا عن الفكره، وفي نفس الوقت يتكلموا ايضا عن
طموحاتهم لهذه الفكرة، لأنه طموحاتهم مفتوحة، هم مش بيتكلموا على 10 أكشاك و20 كشك، لا بيتكلموا على أعداد كبيرة، ودورنا إن احنا نخليهم هم نموذج لغيرهم، نموذج يدي الأمل لغيرهم إن مصر بتدفع هؤلاء الشباب إن هم يعملوا، طالما عندهم أفكار وعندهم جهد وعندهم عرق عايزين يبذلوه، يبقى احنا دفنتلي واقفين وراهم 100%. قبل أن أنتقل لأصحاب هذه الفكرة، مع الوزير كان هناك قرار بالأمس من البنك المركزي ب يعني إعطاء أو منع أو فك الحظر حول عملية إيداع وسحب العملات الأجنبية، كيف يؤثر هذا الأمر على الاستثمارات الأجنبية ورؤية حضرتك لهذا الأمر؟ أعتقد أنه الحمد لله يعني البنك المركزي بيقوم بإجراءات جيدة جدا خلال الفترة اللي فاتت، اللي من شأنها هناك تنسيق كامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، وده إن شاء الله من الحاجات اللي هتمهد أكثر للدخول للاستثمارات، وهتسهل إن شاء الله دخول الاستثمارات، وهتفتح شوية سيولة السوق، وأعتقد أنه هو قرار جيد جدا. مع الوزير الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. أيضا معنا أحد أصحاب هذه الفكرة، وهم مجموعة من الشباب هنا في منطقة المعادي، سنتعرف على يعني أهم شروط هذه الفكرة حتى يمكن تطبيقها على الأكشاك في هذه المنطقة. معي الآن الأستاذ تيسير إبراهيم، بنرحب بك يا فندم. أهلا وسهلا سعادة. بالتأكيد يعني لما يكون في فكرة جيدة زي النموذج الجديد للأكشاك في منطقة المعادي، في بيبقى في معايير وشروط وضوابط بيجب الالتزام عليها من جانب صاحب الكشك حتى يتم التطوير. طبعا احنا طبعا قبل ما نشتغل مع اي صاحب كشك بيبقى في شرطين مهمين جدا، ان اولا يكون عنده رخصه ساريه وموجوده، ويكون عنده مصدر كهرباء مشروع، فده بيبقى زي اشتراطين اتفقنا معاهم مع محافظه القاهره قبل ما ننفذ التجربه اللي احنا عملناها. تاني حاجه ان احنا بعد كده بنمضي معاهم عقد لمده 5 سنين بيحدد شروط الالتزامات اللي علينا كشركه والالتزامات اللي عليهم هم صاحب كشك، اللي هم في الاخر برده المفروض ان هم يطلعوا باستفاده، فاحنا بنحاول كشركه نضيف لهم على شغلهم مش ناخد منهم، فبنحاول نديهم غير ان احنا بنديهم الكشك اللي حضرتك شايفه ده كله بيبقى على تكلفتنا احنا، بنديهم صيانه دوريه للكشك، بنديهم حافز شهري عشان يفضل دايما الكشك هيقدم، مش هيفضل جديد طول عمره، بس في الاخر الحافز الشهري يفضل موجود، بنعمل له زي نظام تشغيل معين بنحاسبه على اساسه، بنديله حافز او عقوبات، فبيبقى في عقوبات برده عليه لو ما التزمش، فدي طريقه احنا بنحاول ننسق بيها الشغل بيننا ان شاء الله. هل بيبقى في نموذج للشكل او ستايل للشكل يعني بتفرضوه على صاحب الكشك انه يغير بالمنتجات بتاعته، ولا بتبقى عمليه الشكل ديت او ترتيب المنتجات اللي موجوده في الكشك ديت على حسب رؤيه صاحب الكشك؟ والله طبعا بتختلف على رؤيه صاحب الكشك، وبرده بتختلف على المنطقه، يعني كل منطقه بتفرض على صاحب الكشك مجموعه من المنتجات هو اللي بيعرضها على حسب الزبون بتاعه عايز ايه، فدي بنسيبها لصاحب الكشك طبعا، بس بنديله نصايح، يعني بنقول له ان انت تحط الحاجات اللي بتتباع في الاول تحطها ازاي تعرضها ازاي، وهم برده فاهمين القصه دي ان هم تجار وموجودين في الشارع بقالهم سنين، فعارفين ازاي ينظموا حاجتهم يعني. طب بالنسبه لل يعني اكيد بيبقى في يعني اكيد بيبقى في التزام من جانب صاحب الكشك ببعض الضوابط الخاصه بالاعلانات، لان احنا عرفنا ان الاعلانات هي بتبقى العائد الخاص بالشركه لما بتقوم بعمليه التطوير. طبعا انا اللي انا بحاول اعمله ان انا ما بحاولش ان انا بما اني اتفقت على حاجه مع الشركه بحاول ان انا اضمن ان صاحب الكشك بيلتزم بيها برده، وده موجود في نظام التشغيل بتاعنا، ففي نظام التشغيل بتلاقي كل الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها مع الشركات بنحاول نفرضها عليه بغرامات لو ما التزمش بيها، وطبعا بتوصل الغرامات لو ما التزمش لمده 3 شهور احنا ممكن نسحب الكشك خالص، فهو الموضوع بيبقى فيه نظام التشغيل بيحدد بالظبط كل الاعلانات اللي هو يبعد عنها، ايه الاماكن بتاعتنا احنا اللي احنا تفضل موجوده لينا وموجوده للرعاه بتوعنا، وايه الاماكن اللي هو ممكن يتحرك فيها براحته ويحط فيها بضاعته زي ما هو عايز. استاذ تيسير ابراهيم شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. اذا يعني نموذج الاكشاك يا داليا هو نموذج مستحدث هنا في هذه المنطقه، واصحاب هذه الفكره هم مجموعه من الشباب وبيحاولوا ان هم يقوموا بتطوير هذه الفكره وان يتم وصول هذه الفكره لبعض المناطق الاخرى زي محافظه الجيزه، وهم قالوا ايضا ان هيكون في يعني تعاقد مع محافظه الجيزه ومحافظه القاهره حتى تكون معظم الاكشاك في هذه المناطق هي بالنظام الجديد، وايضا الاكشاك ديت يعني ما بيتمش التعاقد مع اي كشك الا لما يكون في اوراق رسميه تثبت مدى مشروعيته في المكان، وايضا يكون ليه مصدر كهرباء بشكل مشروع بحيث ما يكونش فيه يعني اي عوائق تعوق الفكره وتعوق الشكل الجديد للاكشاك. اليك داليا مره اخرى في الاستوديو.
بنشكر زميلنا كريم رجب وبنشكر ضيفك الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار وكمان مجموعة الشباب اللي بدروا ودايما كده هم دول شباب مصر لازم يفكروا لازم يبادر ولازم ما يقفش عند مرحلة معينة ويبتدي ان هو ينطلق. بنرجع تاني لضيفنا الدكتور أحمد إبراهيم وبنتكلم عن موضوع الطاقة المتجددة. دكتور ده مشروع جديد عملوه الشباب عن الإكشاك في المعادي، ازاي ممكن نطبق برضو منظومة الطاقة المتجددة أو الشمسية لبرضو توفير الكهرباء للأدوات المستخدمة هو في الإكشاك؟ أولا أنا بحيي الفكرة وبضيف عليها حاجة مهمة جدا. ان المفروض واحنا بنتكلم هو المندوب حضرتك والاخ اللي اتكلم اكدوا على انه لازم يبقى فيه مصدر كهرباء شرعي او مشروع، بمعنى انه مش سارق كهرباء. طب انا ليه اضطروا لهذا الكلام؟ طب انا ممكن اشغل الكشك لوحده بالطاقة الشمسية. ازاي بقى يعني؟ ده عملية بسيطة جدا. نظام صغير ممكن لو انا عندي مجموعة اكشاك حلو ده هتبقى تكلفة اقل. لو انا هعمل لكل كشك لوحده التكلفة هتزيد حاجة بسيطة جدا. لكن اللي يخليني بقى اجيب كهرباء والكهرباء قطعت وعملت، لا انا هجيب الطاقة الشمسية واحط جهاز النظام صغير بسيط يكفي احتياجات الايه الكشك. الكشك لو في تلاجة يبقى انا هجيب اللي يكفي التلاجة، وده هيوفر عليه طاقة رهيبة وهيوفر على الدولة وهيوفر على سرقة الكهرباء وهيوفر وهيوفر وهيوفر. ضيف عليه حضرتك احنا بنتكلم على ايه؟ فكرة كشك جديد. طب ما يبقى الجديد معاه طاقة شمسية علشان خاطر نخفف الأعباء عن الدولة. وده برضو هيجرني حضرتك لسؤال تاني، مش الكشك بس، المجتمعات الجديدة. المجتمعات الجديدة أنا ليه عمال أمد في شبكة كهرباء من حاجات مستهلكة؟ طب ما أنا أخد المجتمعات دي وأعمل وحدات لتوليد الطاقة من الطاقة الشمسية، من الرياح، من 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 من, من البيوجاز. كل الحاجات دي تقدر تساهم في شبكة أو في تخفيض الكهرباء، وبالتالي نخفض حاجات كتير جداً. وبالتالي نخفض حاجات كتير، لان احنا نشارك معانا الدكتور برضو صلاح عرفه. هو معانا دلوقتي على الهاتف الدكتور صلاح عرفه برضو من صاحب الفكره، صاحب فكره يعني مشروع الطاقه الشمسيه في قريه البسيسه. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا عليكم جميعا، وسلامي الكبير للدكتور احمد ابراهيم. صباح النور يا دكتور. كنا بنتكلم مع الدكتور احمد دلوقتي على موضوع بقى الطاقه الشمسيه، ازاي ممكن احنا نستغل الطاقه الشمسيه في الفتره اللي جايه لتوفير بقى طاقه الكهربائيه بشكل عام، وان احنا كمان نوفر منها يعني على الاقتصاد المصري. هو طبعا الكلام اللي بيتقال انه وزي ما حضرتك سمعتي من الدكتور احمد ابراهيم انها سهلة وبسيطة وممكن تتعمل ومش محتاجة يعني حاجات كتيرة قوي، إنما الاحتياج الأكبر هو المعرفة. الحقيقة الناس وزي ما اتكلمنا كتير قبل كده، الناس اللي هي محتاجة هذه الطاقة ويمكن جزء كبير قوي ما عندهوش طاقة يعني يقدر يوصل لها بسهولة، فالمفروض ان احنا نوصل لهم بالمعرفة. وده الحقيقة الدور المهم اللي لازم تقوم به، مش بس الدولة، ده الجمعيات الاهلية والمنتدى وإلى آخره، انهم يوعوا الناس على انه لن تكون هناك استدامة لحتى مشروعات التنمية الا بالحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة. ما احنا يا فندم النهارده دورنا اهو في الحلقة دي او بالموضوع ده بنبتدي ان احنا نوعي الناس زي ما حضرتك بتقول بقصة أهمية الطاقة الشمسية. طب كنا عايزين كمان نسأل حضرتك، هل انتوا استعنتوا في المبادرة دي بخبرات أجنبية؟ لا يا فندم، المعرفة اللي موجودة لا تستدعي الحصول على خبرات أجنبية فقط في التصنيع. لما بنيجي نتكلم على داخل جمهورية مصر العربية في مراكز بحوث وأساتذة على أعلى مستوى، إنما ما ينقصنا هو إن احنا ناخد دي خطوة لقدام بتشجيع الاختراعات وتشجيع الابتكار وتشجيع الأبحاث في إن احنا نصمم مجموعة من الأجهزة اللي هي تتواكب معانا أو تمشي في المجتمعات بتاعتنا الريفية والصحراوية وغيرها.
طب كان الدكتور احمد بيقول ان هي لغايه دلوقتي كانت جهود ذاتيه، هل في المستقبل هيكون في تعاون مع الحكومه، خاصه ان احنا بنشوف ان في اتجاه دلوقتي للحكومه للاهتمام بموضوع الطاقه الشمسيه؟ التجربتين اللي اتعملوا اذا كانت في البشايشه في الشرقيه او في البشايشه الجديده في راس سدر جنوب سيناء اتعملت بجهود ذاتيه، لان احنا عايزين برضو نقول لنفسينا ونقول للناس كلها ان احنا قادرين على ان احنا نعمل حاجه. انما طبعا مش هنقدر نعمل حاجه الا بمشاركه الجميع من القطاع الخاص للقطاع الاهلي للقطاع الحكومي. المفروض تسهيل الحكومه لهذه الاجراءات واستخدام الطاقه الجديده والمتجدده وتوفير المعلومات و الى اخره، حضرتك لا يكفي لا يكفي برنامج او اثنين في التلفزيون. اللي احنا بنقوله لازم زي البدايه اللي يمكن ما اعرفش اتكلم عليها الدكتور احمد ولا لا، هي جلسه ما بين العلماء وما بين الاهالي. رساله حضرتك وصل يا دكتور. محتاجين ان احنا نخرج من المكاتب للميادين، وايضا نخرج من الصندوق زي ما بيقولوا لافكار مبدعه. وكان الحقيقه الفكره يمكن اللي اتكلم عليها الدكتور احمد ان احنا استخدمنا يوم الجمعه وبعد صلاه الجمعه في ان احنا نشوف ايه اللي نقدر نقدمه جميعا للبلد عشان نقدر نبني مستقبل احسن لمصر. بنشكر الدكتور صلاح عرفة من مؤسسي مبادرة الطاقة الشمسية اللي طبقت في قرية البسيسة. وبنرجع لضيفنا الدكتور أحمد، بس قبل ما نرجع نتكلم مع حضرتك هنروح نشوف بقى تقرير عن موضوع مبادرة الطاقة الشمسية في قرية البسيسة، ونرجع لحضرتك تاني ونرجع لكم بعد التقرير. الخلايا الشمسية دي خلايا توليد للكهرباء، بيتم تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية، وبرضو السخان الشمسي دي بيحول الشمس لتسخين مياه طاقة حرارية، الغلاية طاقة حرارية بس نظام اللي هو بتستخدم في الطبيخ تسخين المياه. برضو احنا بدأنا بالنظام اللي هو بتاع 1970 كان يدوبك بيشغل تلفزيون بس كان بيتم تعديله بنظام الموجب والسالب وراديو صغير راديو كبير شوية، لأن ده كانت الوحدة المستهلكة في الوقت حين. بعدها تم تطوير الموضوع بشوية، بقينا نجيب اللي هو الوحدة الكيلو وات، وتم توصيل لأربع منازل عبارة عن لمبة وفيشة برضو موجب وسالب. تطور الموضوع بشوية، بعد جبنا كيلو ونص مع الكيلو، وتم تعديل الجهاز وتم تحويل التيار من موجب لسالب. بيتم توصيل للناس عبارة عن كل واحد طلع له سلك من الجمعية نظرا لتكاليف الجهيزة بتاعة الخلايا، هو بيتم توصيل له عبارة عن لمبتين كهرباء بقدرة 32 لمبة أقصى حاجة، وفيش هيشغل عليها لا تلفزيون لا كمبيوتر، غير كده غير مسموح في حالة الحرارة اللي هي أيام الحر يشغل المروحة اللي هي الاستاند. احنا موصلين كهرباء لحوالي 12 بيت، وهيتم التوسع لأكثر من كده، ويتم دلوقتي تجهيز الأوضاع داخل الجمعية إن يتم الاستمرار للبلد كلها والبلاد المجاورة. قبل لما يدخل موضوع الطاقة الشمسية والإنارة كانت الكهرباء بتقطع يوميا بالأربع ساعات الصبح وبالليل. الموصل الوصلة بقالي 3 سنين ومشغل عليها في لمبة كهربائية، في مروحة لو في أثناء الصيف، في برضو وصلة نت لو في أثناء انقطاع التيار الكهربائي. الحاجات اللي هي الخفيفة اللي ما بتعملش لود على الطاقة الكهربائية. الطاقة الشمسية برضو بتوفر عليا لما النور بيقطع أو في حين الوقت دوت إن الكهرباء غالية، فبستفاد بالطاقة الشمسية. بالطاقة الطاقة الشمسية حلت لنا مشكلة كبيرة، لأن طبعا لما بتقطع الكهرباء ببقى أنا مش محتاجاها، في البديل. أنا لما جيت قدمت الطلب كتبت إن أنا محتاجة إن أنا آخد وصلة من هنا لإنارة لبيتي، فوافقوا لي على الطلب وقالوا لي مثلا كل شهر ادفع 15 جنيه، فدفعت 15 جنيه ووصلت. بالنسبه لفاتوره الكهرباء فهي يعتبر في الرينج المظبوط كالعاده، يعني في الرينج المتاح بتاعها، بس حاليا في حين غلو الكهرباء فهي زادت عننا، ف
فاحنا بنستبدل الموضوع دوت بالطاقة الشمسية. المشروع طبعا محتاج أكتر من كده عشان يغطي أكبر كم من الأهالي. طبعا زي ما احنا شفنا دلوقتي ده التقرير اللي اتعمل من داخل قرية البسيسة من كفر الأشراف بمحافظة الشرقية اللي فيها مبادرة تطبيق الطاقة الشمسية، وكان يعني أصحابها معانا في الاستوديو، كمان كان معانا الدكتور صلاح عرفة. بنرجع تاني لضيفي في الاستوديو برضو من أصحاب مبادرة الطاقة الشمسية الدكتور أحمد إبراهيم. بنرجع لك تاني يا فندم، عايزين بقى يعني نعرف كده الفترة اللي جاية بقى هتعملوا ايه، المراحل تطوير المشروع؟ لا هو الولاد اعتقد انهم أشاروا، احنا خدنا مراحل. بدأت بأنه الأول في داخل المجتمعات القديمة كان في صعوبة لتقبل الفكرة، وخصوصا أنه دايما يقارن لك الموضوع اقتصاديا، فدي خدنا فيها وقت طويل لغاية ما بدأ الإحساس بمشكلة الطاقة، فبدأ نخش معاهم في نشتغل بالنظام البديل الأول، وبعدين من يرغب اللي هو الاستخدام الكامل نعمل له الاستخدام مراحل الكامل. التطوير بقى فاللي جاي بقى. اللي جاي حضرتك ان احنا دلوقتي البساسة الجديدة خلاص دي طاقة شمسية كلها، المجتمعات بقى اللي في الوادي او الدلتا نوسع ونعمم. لا بدأنا نعمل نوع من الشراكة مع جمعيات متعددة. حلو. وعملنا اتفاق مع الصندوق الاجتماعي. حلو. وعملنا اتفاق مع البنوك. يعني كلكم بتحطوا ايديكم في ايد بعض وبنبتدي بقى على اساس حضرتك ان انت لما تيجي تقولي انا عاوزه اشغل الجهاز البيت بتاعي كامل بالطاقه الشمسيه، هنقول لك يكلف 20,000. ال 20,000 تدفعي كام وتقسطي كام؟ صح. هو ده الدور اللي دلوقتي احنا بنقوم بيه، بنبتدي نعمم ونبتدي كل الجهات كلها تتضافر. عشان كده في عندنا قرى، في عندنا قرى دلوقتي حضرتك في الشرقيه بدات فعلا كامله تعمل. بنحييكوا طبعا على الفكره، النظام البايو جاز ونظام الطاقه الشمسيه، يعني ونتمنى انها تتطبق في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه. بنشكر ضيفي الدكتور احمد ابراهيم عبد الحميد رئيس منتدى الطاقات المتجدده. يعني انتظرونا بعد الفاصل لزميلي خالد عليش اللي هيتكلم عن موضوع التكنولوجيا وبقى تفاصيلها الكتير مع المهندس وليد. انتظرونا بعد الفاصل. لسه مكملين نهار جديد على النهار 1 والنهار اليوم. صباح الفل مره ثانيه لكل مشاهدينا كده، صباح الفل عليكم. زي ما احنا متعودين كل خميس بيكون معانا مهندس وليد عبد المقصود، عايزين نصبح عليه. صباح الفل. صباح جمال. صباح النور. مهندس وليد عبد المقصود هو استشاري امن المعلومات، والنهارده بقى كل الناس زي ما اتفقنا لو انت عايزه تقفشي جوزك تعرفي هو بيكلم حد على التليفون او لا، كل الحاجات دي مهندس وليد هيوضحها لنا كمان شويه. كمان اي حد عنده اسئله بقى النهارده هنركز اكتر مع التليفونات، لان احنا كل حلقه من الاسابيع اللي فاتت الناس بتشتكي ان هي عندها اسئله وما بنلحقش ناخد اتصالات. فاي حد عنده سؤال عن الموبايل، موبايلك بيسخن، مش عارف موبايلك، مش عارف السوفت وير بتاعه باظ، كل التفاصيل دي كلمنا، يلا ابتدي كلمنا على التليفونات اللي موجوده قدامك. بس خلينا نتوقف للحظات مع الموجز مع يارا، ونرجع لكم مره ثانيه في نهار جديد. شكرا زميل خالد عليش ومشاهدينا موجز العاشرة صباحا من النهار اليوم، أهلا بحضرتكم. يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي ختام مناورات رعد الشمال المقامة في منطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تجري القوات التابعة لأكثر من 20 دولة تدريبا ختاميا بحضور عدد من قادة الدول على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت وملك الأردن. يصوت وزراء الخارجية العرب اليوم على اختيار وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية خلفا للدكتور نبيل العربي. وبعد ذلك يعقد الوزراء اجتماع الدورة العادية 145 برئاسة البحرين لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وصيانته ومكافحة الإرهاب.
وقع انفجار في منطقة فيصل بالهرم مساء أمس ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتلفيات بسيارتي الشرطة دون وقوع وفيات. وبالفحص تبين أن عبوة مزروعة بالجزيرة الوسطى بشارع فيصل جرى تفجيرها عن بعد بالتزامن مع مرور دورية أمنية لقوات أمن الجيزة. وألقت الأجهزة الأمنية والقبض على أحد المتورطين في ارتكاب الحادث. إلى جنوب سيناء حيث لقي 18 شخصا مصرعهم في تصادم سيارة مايكروباس بشاحنة على طريق أبو رديس الطور. وقالت وزارة الداخلية إن الضحايا هم 12 مجندا من قسم شرطة دهب وأربعة طلاب وشخصان مجهولان. يرسل مجلس الدولة اليوم مشروع التعديلات التشريعية على بعض أحكام قانون هيئة الشرطة إلى مجلس الوزراء لعرضه على البرلمان تمهيدا لإقراره. كان قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع التعديلات بما يتوافق مع الدستور، وتقترح بعض التعديلات عدم التجاوز بحق المواطنين أو النيل من كرامتهم أو مخالفة الحقوق والحريات. وصفت المعارضة السورية جدول الأعمال المقترح لمباحثات السلام بجنيف بالإيجابي. وبحث المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا في المباحثات ستركز على تشكيل الحكومة الانتقالية والانتخابات. يذكر أن جولة المباحثات والمحادثات ستنطلق الاثنين المقبل ولمدة 10 أيام. جدد وزير الخارجية السعودية عادل جبير طلبه للرئيس السوري بشار الأسد بالرحيل عن السلطة. وخلال مؤتمر صحفي بالرياض أضاف الجبير إن بلاده ملتزمة بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، واصفا دعوة المسؤول الحوثي لإيران بعدم التدخل بالإيجابية. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات هو سبب العنف وإراقة الدماء. جاء ذلك خلال لقاء عباس بنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد التزام بلاده بمبدأ حل الدولتين. أصيب 9 أشخاص ودمر مبنيان في انفجار ضخم بمدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية. وأشارت التحقيقات إن الانفجار ناجم عن تسرب غاز ما أحدث صوتا مدويا سمع على بعد حوالي 10 أميال. أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر، كما أعلنت بيونغ يانغ إلغاء كافة اتفاقيات التعاون مع كوريا الجنوبية والتصرف في جميع ممتلكاتها على أراضيها، وذلك كرد على العقوبات التي فرضتها سول على كوريا الشمالية مؤخراً. وعن حالة الطقس، تنخفض درجات الحرارة اليوم بشكل ملحوظ ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره. وتسجل درجة الحرارة في القاهرة العظمى 27 والصغرى 18. مشاهدينا، انتهى الموجز الإخباري، والآن عودة مرة أخرى لبرنامج نهار جديد مع الزميل خالد عليش. إليك خالد. شكرا يارا، ده كان موجز الاخبار، ولسه مكملين معاكم نهار جديد. وزي ما احنا اتفقنا، احنا هنتكلم النهارده ازاي ان انت تعرف او ازاي تعرفي بقى ان جوزك بيرن عليه ارقام كتير. وهنعمل كده هاشتاج اخترعه مهندس وليد، بنهدي النفوس، بنهدي اندرسكور النفوس، وهاشتاج نهار جديد على تويتر. تليفونات كتير النهارده بقى. صباح الفل مره تانية. صباح الفل. ازاي بقى نهدي النفوس النهارده؟ هنهدي النفوس انا وانت، بس انا مش علاقه، انت اللي ليك علاقه. لا، انا عايز اقول لك اللي عندك يسأل. بس ده سؤال متكرر، لكن اللي هو ازاي اعرف ان هو حد بيكلمه كتير. طب هو ساعات تلاقيه في اسامي غريبه كده على الموبايل، تلاقيه مسمي اسم. انا خلينا ابدا بس كلامي بمناسبه اليوم المراه العالمي. المراه هي امي وزوجتي وبنتي واختي ومعلمتي. طبعا المراه دي انا بقولها دلوقتي على الهواء، انت العالم نفسه. الشهر ده هو شهر المرأة بالظبط كده.
فاحنا النهارده بمناسبه بقى الحلقه فاحنا جايين مع المراه وهنفضل مع المراه على طول. هنجيب لها الاخر. هنجيب لها الاخر. طب اي حاجه قبل ما تعرفي اتصلي بينا دلوقتي على الهوا كده وادخلي على الهاشتاج بنهدي النفوس هتلاقي اثار جامده جدا. لكن في اساس الاكوان بتاعه التجسس اللي ما بين اثنين متجوزين وكده كنا احنا بنكتشف ايه؟ ان في بعض المولات ومراكز كده كبيره قوي وناس بتفهم يجي واحده تقول لواحد ايه ما تعرفش كده برنامج تنزله لي وتاخد فيه اللي انت عايزه وتجسس على جوزي وهكذا. فاحنا لما اكتشفنا برامج التجسس او الاكواد بتاعه التجسس دي نتيجه ايه؟ نتيجه اختلاطنا وخبرتنا بالموضوع فبنعرف ان اكتر برنامج منتشر فاللي يبطل مفعوله كود معين. فدلوقتي احنا عايزين بقى نقول بابسط الطرق. واحده بتقول لك ايه؟ على فكره انا جوزي واثق فيا قوي وبيسيب لي التليفون ويفتح لي اللوك فبفضل اقلب في الرسائل وكده عادي خالص فالدنيا تمام التمام فتفضل تقلب مفيش حاجه فتتبسط خلاص وتحط التليفون. انا عايز اقولها النهارده في 3 4 برامج اقولهم لك عشان احنا بنهدي النفوس. لو لقيتيهم اعرف ان في ان لان احنا هنرفع شعار النهارده بنقول فيه ايه؟ امشي عادل تحتار مراتك فيك. طبعا ايه رايك؟ امشي عادل تحتار مراتك ما تنزلش البرامج الغريبه ما تنزلش بقى. فانت لما تمسكي الموبايل ان كان سمارت فون بالاندرويد او الاي او اس يا خالد ولقيت حاجه اسمها مثلا حاجه اسمها ستوكس اب اوكي اس تي او سي كي اس اي بي بي ده معناه ان هو بيخزن ابلكيشنز معينه حاطط ابلكيشنز استعان بيها بصديق وقال له ان الابلكيشن ده او التطبيق ده بيخفي 1 2 3 وينسى ان مراتك تعرف. ده زي لما كنا بنعمل في الكمبيوتر زمان كده اللي هي الفولدرات الهيدن. الله عليك. نخبي فولدرات معينه خبي بقى ويطلع من فوق ويدور منهم في الاخر ايه ستوكس اب ستوكس اب اوكي ده واحد ماشي تاخد تاني؟ احنا في بص برامج تانية هتبقى على الهاشتاج احنا يعني هنتكلم ونفهم الناس لكن بدل ما اقول كل البرامج ورا بعض كده في حاجه خاصه بالمكالمات حاجه خاصه بالرسائل اللي بتخفيها حاجه بتخفي الصور لان في حادث حصل مع واحد شبه صديق على الانترنت لكن بيقول لي الحق ده في واحد كلمني وهو بيكلمني قال لي ده انت منزل برنامج القفل بتاع الاستوديو وانا فتحته لك وعندك كذا 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 وعرفت مين هي مراتك فهبعت لها كل الحاجه دي الحقني. ده حصل حقيقي. طب ده ممكن بقى ايه الحل سريعا كده قبل ما ناخد مينا على التليفون؟ الحل التطبيق بتاع قفل التطبيقات او قفل التطبيقات اللي هو باللون اللي هو القفل باللون السيلفر ده اكبر تجسس بيحصل على هاتفات السمارت فون. ما حدش كله يشيله اللي هو قفل التطبيقات بالعربي اسمه قفل التطبيقات هو كده بالعربي اللي مبرمجه واحد معروف هو مين تعرف ومنزل برنامج وفي برميشنز فيه تصريحات كتير علشان ياخد كده فليه ياخد حاجات على التليفون فالناس تعرف تخترقه قفل التطبيقات شيلوا البرنامج دلوقتي. اوكي طيب احنا معانا منى عشان مينا الخط قطع معايا. اتفضل يا منى. صباح الفل يا منى. ازيك يا خالد؟ ازيك اخبارك ايه كله تمام؟ تمام الحمد لله. محتاجه تسالي اي سؤال عن التليفون على الكمبيوتر؟ لا 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 بس انا بس كنت عايزه بكلمك عشان اقول لك ما تزعلش من المقلب بتاع الحلقه اللي فاتت. لا مش زعلانين خالص. لا لا خالص. احنا متفقين ما تقلقيش. متفقين كل حاجه تمام على الواتس. تمام يعني؟ تمام ما تقلقيش 100%. تمام ازيك يا وليد؟ الحمد لله تمام. تمام الحمد لله. انا زعلانه منك انت كمان. ليه؟ عشان ما بتردش عليا على التليفون على طول. على تليفوننا احنا؟ لا على تليفونه هو. انت تعرفي وليد شخصيا؟ لا عشان الخدمه. ممكن تبقى الخدمه. لا كده موضوع تاني. لا في خدمه نازله على النهار. النهار دراما والنهار العامه اللي هو موضوع الخط الساخن. اوكي ممكن فهتلاقي ويت بس. اوكي طيب. لا ده ويت انا ممكن اوضح دلوقتي عادي. طيب بنشكرك جدا. شكرا يا منى. شكرا. صباح الفل. طيب منى ما كانش عندها سؤال. اي حد عنده سؤال لان احنا كنا بنواجه اسئله كتيره جدا وما لحقناش نجاوب عليها الاسابيع اللي فاتت فيلا بينا ابعتوا لنا كده اي حد عنده سؤال في التليفون عنده مشكله في التليفون وعنده مشكله في الكمبيوتر ومهندس وليد عبد المقصود هيجاوب على معظم الاسئله وهو خلاص تقريبا موجود معانا بشكل اسبوعي كل يوم خميس. قفل التطبيقات ده مهم جدا بينتهي خصوصيه المستخدم يعني ده بمجرد ما حد ينزله على التليفون بتاعه سهل اختراقه ويبدا فيه مساومه وفي حاجه اسمها ابتزاز ان ياخد كل الحاجه اللي عندك هو يقدر كمان يوصل للصور ويقدر يوصل كده كده هو بيقدر يوصل للصور دي اسهل حاجه. في حاجه ثانيه احنا بنتكلم فيها النهارده في بنهدي النفوس بقى بما ان احنا بنتكلم على المراه. انت النهارده يوم اجازه وقفلت على جوزك خلاص وقعد في البيت فقاعد بقى ايه فاكر الكلمه بتاعت مستكانيوس؟ مستكانيوس وقال لك خدي الموبايل خدي بقى الموبايل وكده فالتليفون عمال يرن وعامله سايلنت. يعمل ايه طيب؟ هي يجي لها بقى ريبورت تقرير ان في رقم معين عمال يرن عليها. اوكي عليه هو يعني هو هي هتنزل ابلكيشن تعرف منه؟ مش بتمسك التليفون بتاعه؟ هتنزل ابلكيشن حلو وتسيب له التليفون خلاص
يجي يوم الاجازه هيلاقي التليفون بيرن رنه 2 3 عادي، ده شغل ممكن، ورغم هو قايل على الفيس ان يا جماعه النهارده اجازه محدش يكلمني، لكن في رقم معين عامل يرن اكتر من مره كتير جدا. يا ترى هو مين؟ ده اللي ممكن نقوله. لا يتعرف يتعرف يتجاب يتجاب. لا ده ترو كولر بقى وكده. لا غير ترو كولر والكلام ده كله، ده حاجه اوعى. برضه اللي ما يعرفش ترو كولر، ترو كولر هو برضه ابلكيشن بتنزله هو عن طريق ان هو بيدخل على معظم التليفونات اللي موجوده في العالم، بيقدر يحدد ده رقم مين. بس المشكله ان ساعات بيبقى الرقم متسجل عند حد بالاسم اللي هو عايز يوصله لك، فبالتالي انت ما تقدرش توصل برضه لصاحب الرقم. مظبوط. طيب احنا معانا شذا من الشرقيه. شذا صباح الخير. صباح النور. صباح الفل يا شذا، ازيك؟ ايوه. قولي لي يا شذا ايه سؤالك؟ هو انا معايا تليفون خطيبي جايبهولي، بس انا بحس ان هو بيسمع كل الكلام اللي انا بقوله. اوبا مبروك. فانا مش عارفه اتاكد ازاي اذا كان هو منزل لي برنامج بيسمع كل حاجه ولا لا. بتهيألي عايز تسألها. طب انت ايه اللي انت حاساه من التليفون وانت بتستخدميه ان انت تقولي حاجه زي كده؟ هل بيسمع ولا هل بيشوف؟ ايه اللي انت بتشوفيه؟ ايه الاعراض اللي بتظهر على التليفون؟ ولا انت ده شك؟ لا هو ممكن لسه الاقي البرامج بتتغير. بمعنى؟ يعني ممكن الاقي ده مكان ده وده مكان ده، لكن مفيش حاجه بتبان. طيب هو بس فجأة الاقي ممكن يبقى يتكلم في موضوع انا بتكلم، يعني انا كنت بتكلم في يعرف هي بتقول ايه. طيب بصي، انت مش عايزينك تقول لنا ماركه التليفون حتى كل اللي بيتصل بينا، قولي لنا بس نظام التشغيل، هل اندرويد ولا اي او اس ولا ويندوز فون؟ نعم اندرويد. اندرويد اوكي. طيب حاجه بتسال على تطبيق معين موجود في التليفون او حاجه؟ طب في حاجه انت بتستخدمها من التطبيقات انت شاكه فيها او لسه منزلها قريب، او هو بيديلك التليفون هديه منزلك برامج معينه ولا مديهولك فاضي خالص؟ لا هو بيديني برامج، بس برامج كتير. طب ما بقى مبروك. انا ما اعرفش كل البرامج. طيب يعني هنرد عليكي سريعا دلوقتي يا شذا. شكرا. طيب انت غالبا هتقول لها على كم ابلكيشن كده لو موجود تعرف ان هي في الضياع، صح؟ ممكن. ما هو بص، انا دلوقتي سالت سؤال مهم جدا. هو انت جاي لك هديه فاضي تليفون وهتبدا من اول وجديد بقى تحط الايميل بتاعك وتنزل برامجك بايدك، ولا جاي لك تليفون هديه عليه برامج جاهزه بقى اخطر حاجه؟ يا ترى هو حاطط لك ايه ومخبي ايه؟ يبقى هي بتهيألي اول خطوه تعملها تروح عامله فورمات للتليفون مثلا. تمام. صح. الموبايل اللي معاها تدخل على الاعدادات وتعمل ضبط مصنع من الاعدادات عشان تعمل فورمات اللي هي تهيئه الجهاز خالص، وتبدا من اول وجديد ما دام جاي لها هديه. بس فبتنزل الايميل، هتحتاج طبعا الجيميل عن طريق البلاي ستور، وتنزل برامجها اللي هي الاساسيه. ده اساسي يعني. اوكي. دي اول حاجه. طيب انا عايز اخد تليفونات كتير على قد ما اقدر. معانا دينا. دينا ده اهليه. يا دينا ازيك؟ صباح الفل يا دينا. قطع الخط. طيب هو في اصلا ابلكيشن انا ممكن انزله على موبايل حد ان انا اقدر اسمع مكالمته، تجي لي مكالمته، ولا ده مش موجود؟ ينفع. ينفع. ينفع ايه بقى؟ يعني انت دلوقتي هتاكسس على ايه؟ انت نزلت لك خلاص البرنامج. في وجود الواي فاي او وجود ال 3 جي اللي هي الباقه، اقدر من خلال اتصال البرنامج ببرنامج عندي والوسيط سيرفر خادم ككمبيوتر يعني. وفي ايميل بيني وبينك. بمعنى مكالمات مسجله. لا اخدها ازاي؟ لا ما اخدش مكالمات مسجله. انت دلوقتي حاطط الايميل عندك في البرنامج والايميل عندي في البرنامج وفي وسيط خلاص ربطت الاثنين. انت خلي التليفون كده معاك، اكونكت عليك وافتح الميكروفون من غير اتصال. كده انا سمعت صوتك ومكالماتك وحياتك من غير ما ادخل على مكالماتك الشخصيه الاتصال. يعني ممكن يسمع كمان احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ايه دلوقتي؟ دي ممكن نعملها عملي كمان. بجد؟ صحيح. طب ممكن نجربها بعد احمد؟ احمد من القاهره. يا احمد ازيك؟ موضوع جميل قوي. هتكون التولز من بره. احمد ازيك؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. صباح الفل عليك، قول لي سؤالك ايه؟ تمام الحمد لله، اخبار حضرتك؟ الحمد لله زي الفل، قول لي ايه سؤالك لمهندس وليد؟ هو مش سؤال، هو كان استفسار، وكان شكر لحضرتك ان حضرتك بتستضيف استاذ وليد، ان بصراحه الراجل ده لازم يستحق ان التقدير والاحترام، والراجل ده بصراحه لازم يتكرم من الدوله، والله العظيم بجد مش كلام. عشان كده هو موجود معانا واحنا ده دور القناه عليه. والله ودور البرنامج. شكرا ليك، احنا يعني ناس خدمين يعني. تسلم. صباح الخير. صباح الخير. اتفضل سؤالك ايه او استفسار؟ انا والله العظيم الاكونت بتاعي اتسرق وكانت في مشاكل كده حصلت، هو مش بخصوص الموبايل خالص، بخصوص الاكونت بتاعي. الاكونت على ايه؟ على فيسبوك ولا على تويتر؟ على فيسبوك. على تمام. ايه اللي حصل؟ قول كده ايه اللي حصل. عايز اعرف اعمل ايه او اتابع ايه او كده. اتسرق وغير رقم الموبايل، غير الايميل، وغير الايميل وغير ال. طيب هل بيشهر؟ هل بينزل حاجه بوستات جديده ولا هو خلاص قفله وخلاص؟ لا قفله. انا عملت كمان ابلاغ ان عملت ابلاغ من الفيسبوك ان الشخصيه. ردوا عليك ولا لا؟ ردوا عليك؟ لا ما ردش عليا خالص. هجاوبك. حاضر ماشي. شكرا يا احمد.
ده بيعمل ايه بقى في الحاله دي؟ يبعت لهم اللي بيسرق، هو ممكن يعمل تبليغ طبعا او بلاغ ريبورت للفيسبوك، ولكن الفيسبوك هيصدق مين؟ هيصدق واحد بس؟ ما ينفعش، لازم كذا حد، لازم اكتر من واحد. تاني حاجه الجهه، اللوكيشن نفسه اللي بيخاطبه مين، واللغه اللي بيتكلم بيها. هو ممكن انا يعني قاصد خالد واعمل كذا ريبورت عليك، ويجي لك انت اصلا يقول لك في 5 6 10 عامل ريبورتات عليك، ولكن ايه القصد من الكلام ده؟ فالتبليغ لاداره الفيسبوك ليها اصول وليها قواعد نشتغل عليها. يعني واحد من الناس في الخدمه اللي احنا عاملينها دلوقتي، احنا معايا تيم كامل، وانا دلوقتي لو حد خد الايميل بتاع خالد وشال رقم الموبايل وشال الايميل وقفله خلاص. فالفيسبوك كاداره بتقول ايه؟ ما بين حاجتين، يا اللي بيبلغ صادق يا اما كذاب. لكن لو حد خد ايميل خالد او الاستاذ اللي اتصل ونزل تشهير بيه صور فاضحه، صور مخله، حاجه عن السياسه، الكلام ده كله، فده بيساعد ان ده يساعدني يتقفل بسرعه، ده يساعدني. ويا بقى لما كانت في برضه معايا مشكله من يومين مع بنت، قالت ان في حد بيشوه في صورتي، وبتقول ايه؟ بتقول انا اتفضحت خلاص وسمعتي ضاعت. ليه؟ الولد حط رقم تليفون وبياخد مواعدات على اسمها هي. قلت لها شكرا، ده يتحبس. ده كده وقع خلاص، خدنا الحرز الرقمي نفسه وحرزنا له الحاجه وخدنا الرقم بتاعه، ده جاب يتجاب ما خلاص، ده هو غلط. ده بتهيألي بتتوجه لوزاره الداخليه. ده بقى ايه؟ تروح بقى لوزاره الداخليه في مصر، احنا كلامنا لمصر، اي دوله عربيه تروح طبعا لوزاره الداخليه، وفي جهه مختصه في مكافحه الجرائم الالكترونيه، او في رقم خط ساخن 108، في مختصين ان كان من ضباط مهندسين بياخدوا الاليه دي. الغلطه اللي بيقعوا فيها ايه بقى؟ ان هي بتعمل بلوك للشخص ده وبتمسح الرسائل اللي بينه وبينهم. سيب الحاجه وتوجهها بسرعه على الشرطه او على وزاره الداخليه، وخلي في ثقه متبادله ان هم هياخدوا الكلام ده وياخدوا الباسورد بتاعك وصوره البطاقه ويعملوا لك محضر كامل وياخدوا رقم تليفونك وهيتابعوكي، هيبلغوا الشخص ده لو من جوه مصر بيجاب في اسرع وقت. لو من خارج مصر في تعاون ما بين وزاره الداخليه المصريه والانتربول او الشرطه الدوليه. ده حقيقي. فاذا في تعاون. المشكله عندنا هنا في مصر او التنميه المجتمعيه اللي احنا فيها دلوقتي، مفيش ثقه متبادله، بيخافوا. بخاف ان انا ادي للداخليه الباسورد. يا ترى هيحصل ايه؟ بيخاف يقول لمامته لقريبه. فاحنا بقى بنتكلم في متنافس دلوقتي حاجتين، في شق قانوني وشق فني. لما الناس كانت بتكلمنا على الخدمه، احنا بنعمل ايه؟ لو هي مش فارق معاها اي حاجه خالص واقفل لي، نقفل. لكن انت عايز تجيب، يبقى تطلع وزاره الداخليه تعمل لينك ما بين الشق الفني و القانوني. طيب تلخيص كده سريع، اي حد هيتعرض للمشكله دي، انت بسهوله شديده سيب الاكونت مفتوح، سيب اللي بيشتمك او اللي هو عارض صور اباحيه او ايا كان هو بيعمل ايه، سيبها زي ما هي وتوجه على طول لوزاره الداخليه، وزاره الداخليه هتخلص الموضوع ده بشكل قانوني. عايز تقفله بقى، دي القصه اللي احنا بنتكلم فيها، دي القصه بتاعتنا. للمعلومه موضوع سرقه الحسابات، امبارح كان في تجربه فعليه معايا ومع ناس الفريق اللي معايا، تم اختراق حساب فيسبوك في ربع ساعه 15 دقيقه بالظبط من عن طريق مثلا جيميل. يعني هل الحسابات الفيسبوك بتتسرق؟ لكن مش الفيسبوك نفسه، الحساب، وفي علاقه ما بين اللي بيخترق ومعلومات شخصيه او معلومات زي احنا قلنا عليها الهندسه الاجتماعيه قبل كده، وفن الخداع. دي مصطلحين جداد في المجال، او الناس لازم تعرفها، الناس البسيطه، ان انا اعرف بعض المعلومات واقدر اشتغل عليك. اعرف ايميلك فانت اخفي الايميل. ويعرفوا يجيب في كذا طريقه للتامين، لكن انت ما تسيبش معلوماتك على المشاع، ما يجمعش الداتا بتاعتك، لان هو بيعمل نفس بياناتك، وممكن يضرب بطاقه ويبعت لفيسبوك ويقول ان هو ده الاكونت بتاع الاساسي، قصص كبيره بتحصل. فده مستهدف طبعا، فنخلي بالنا الحاجه دي فعلا في انتهاك للحسابات وسرقه الحسابات. طيب احنا معانا تليفونات كتيره جدا، معانا ورده. ازيك يا ورده؟ ازيك يا خالد، صباح الخير. صباح الفل عليكي، قولي لنا سؤالك. الموضوع اللي بتكلموا فيه جميل جدا، وانا مستنياك من الاسبوع اللي فات. علشان تقفشي جوزك ولا ايه؟ يعني اكيد. طيب هو لسه ما قالناش بالظبط دلوقتي، بس هنعرفها في الاخر. ما انا مستنيه وقاعده مستنيه جدا ومركزه جدا، بس انا عايزه بس اطلب منه سؤال. اتفضل. الناس اللي مالهاش في التكنولوجيا قوي في تنزيل البرامج والحاجات دي، ممكن تشرح لنا بالظبط علشان اعرف اعمل ايه بالظبط على التليفون؟ وده دورنا على فكره في نهار جديد، ان احنا نوصل لاقل شريحه في ثقافه تكنولوجيه، فاحنا مع بعض واحده واحده، وخالد متفاهم الكلام. أيوة. ده حاضر. ايوه شكرا. يا ورده شكرا شكرا، صباح الفل. هو ده الكلام بقى. ننزل اقل مستوى نتكلم براحه خالص. طيب معايا دارين ازيك؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايه الاخبار؟ لو سمحت كمل. الحمد لله تمام. قولي لي إيه كان المره اللي فاتت اتكلم عن النظام اتكلم عن نظام، ما سمعناش بقى الباقي. ما سمعناش بقى. طب حاولي تكلمينا تاني. حاولي تكلمينا تاني يا دارين. احنا بنحاول على قد ما نقدر نبسط المعلومات. نبسط المعلومات. وطبيعي جدا ان انت ممكن تبقى شايفنا دلوقتي مش قادر توصل احنا بنوصل لحد فين، بس احنا بنحاول نبسطها لك على قد ما نقدر. تمام. في مثلا برنامج هقوله دلوقتي، البرنامج ده
لما انا اقوله كمتخصص معاك في برنامج وقناه فضائيه ما اقدرش اقول اسم برنامج مدفوع، يبقى كده انا دي جهه ربحيه فما ينفعش اعلان، ما ينفعش، وما حدش يكلمنا على ماركات. قول لنا بس نظام التشغيل او مشكلتك بخبرتنا نقدر نجاوبك. اوكي. ثلاثه، لو انا قلت اسم برنامج دلوقتي وفري ده ندعمه لان احنا اختبرناه حاجه كويسه، في ناس موسوسه شويه فانا قلقان ان التليفون في حد قاعد جوه زي ما يكون لك عفريت جوه، يعني بصراحة دي احنا بنبسطها قاعد جوه يعني ايه؟ يعني دخل. فانت الانتي فيروس، انتي فيروس يعني برنامج حمايه من الفيروسات، لو وصلت بالكابل وكمبيوتر يتنقل لك الفيروس. فقال لك الاندرويد بيصاب بالفيروسات والاي او اس ما بيصابش بالفيروسات. طب الفيروسات تطورت بقى فيروسات تجسس، فيروسات تسرق وتشفر، اسمها رانسام وير اللي هي فيروسات الفديه. فانا لو نزلت برنامج اسمه لوك اوت، ال او او كي او يو تي، لونه اخضر بالدرع كده، لوك اوت ده بيتعامل مع الفيروسات اللي بتيجي من الخارج اثناء تجولك على الانترنت وتعامل معاه. ده سواء على الاي او اس او على الاندرويد، تمام؟ فاحنا ننصح بيه دلوقتي نزله لوك اوت ده برنامج، ده بيقفش لو انت عندك فيروس او حد قدر ان هو يوصلك فيروس على تليفون. تمام. طب نصيحه غاليه بقى، ذهب على الصبح كده في نهار جديد، المتصفح يا جماعه ما تعتمدوش على الانتي فيروس اللي عندكم اللي موجود على الستارت اب، لا. ان كان ماك او لينكس او ويندوز لازم المتصفح تامنه. وبتامنه بحاجتين، ممكن تكون المعلومه دلوقتي 40-50% قويه، لكن نزل الاداه اسمها اي دي بلوك بلس. اي دي بلوك بلس، مش عايزين نصعبها يعني. ما هو احنا اللي انا هقوله ده هينزل على التليفون، لوك اوت على التليفون، على الموبايل، واد اي دي بلوك، اي دي بلوك بلس، بلوك بلس. ايوه ده على على المتصفح الكمبيوتر بقى، ده على الكمبيوتر نفسه. اوكي. يعني كان بانظمه مختلفه عشان احنا هنا وهنا. اي دي بلوك بلس او برايفسي باد جير، نصيحه جدا لنا بيحصل تراكنج، برايفسي باد جير ده برضو الكلام نفسه احنا بنقوله دلوقتي هنفرغه ونقوله على الهاشتاج. أوكي. بنهدي النفوس مع الحاجات الثانيه مع نهار جديد، وناس تكتب دلوقتي على تويتر وعلى الفيسبوك الهاشتاج. طيب احنا معانا ام محمد، ازيك يا ام محمد؟ صباح الفل عليكي. صباح النور اخويا، الله يخليك. انا عندي مشكله بقى لبنتي بالذات يعني. اتفضلي. هي في خلاف بينها وبين اهل جوزها وكده، فاخوات ولاد اخت جوزها اخذ الموبايل بتاعها واتكلموا على لسانها مع شباب، وبعدين قالوا عليها ان هي اللي اتكلمت وهي اللي بتكلم الشباب ومش عارفه ايه، فمش عارفه نحل المشكله دي ازاي. المعطيات دي بقى مثلا نعرف ان نقدر نثبت ان الكلام ده مش بتاعها. طب حضرتك منين؟ انا محافظه في مصر، اسكندريه. طيب تتوجهي بقى طبعا لوزاره الداخليه وتجيب المعطيات دي كلها. الداخليه. ايوه. هو للاسف ان هي ادتهم الموبايل، يعني هو قالوا لها خدوه منها بصنع لطافه كده، هم اتكلموا من الحساب بتاعها على تليفونها مع شباب علشان يوقعوها في غلط معين، فهي مش قادره. أيوة. تثبت صح. انا فاهم صح يا ام محمد. ايوه فهي مش قادره تثبت. طب عندك يعني صور بالكلام ده، صور او اي ادله في حاجه موثقه ولا ده كلام مرسل؟ صور، هو كلام تقريبا اللي بيكتبوه على الفيس ده. الكلام المرسل ما فيهوش فيه اثبات. المرسل بالايد. لا، الكلام المرسل ده اللي حضرتك بتقوليه دلوقتي ده مش دليل ادانه على الشخص. عشان تعبيش نفسك. من الناحيه الفنيه نقدر نقفل ونشيل. ما قالوا اللي هي كاتباه، قالوا اللي هي كاتباه ده. ما ده كلام مرسل. سجلوا عليها ان هي اللي كاتباه ده. بص يا ام محمد، سريعا يعني انت الحاجه الوحيده اللي هي تقدر تعملها دلوقتي سواء قانونيا او فنيا ان هي تقفل بقى الحساب بتاعها. ممكن مهندس وليد دلوقتي قفلته. يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تعملها. احنا عايزين نثبت ان الكلام ده مش بتاعها، ان مش هي اللي كاتباه. ما للاسف دي تاني حاجه صعبه. طب يعني خلينا اوعدها بس عشان هي اكيد في زنقه دلوقتي. بعد الهوا في الكنترول خد الرقم ونتعامل كده برضو عشان خصيت الموضوع. ماشي. طب عشان خصيت الموضوع خليكي كده معانا يا ام محمد، هياخدوا تليفونك وهنرجع نكلمك. دلوقتي احنا قلنا في ناس ضعيفه النفوس بتبيع برامج بتتجسس بيها على ناس تانية والموضوع انتشر قوي. احنا قلنا كود اللي هو منه برنامج اللي هو انت قلت بتاع التطبيقات ده بالعربي اللي هو لا ده تطبيق، ده ناس بتعمله تطبيق. لكن التجسس اللي بجد تجسس ده بنكتشفه عن طريق اكواد معينه. الناس بقى بتزعل مننا ان احنا بنقول اكواد، لا ازعلوا، احنا لينا الناس الصالح العام ليهم. فدلوقتي الموضوع متطور لابعد الحدود، وقلت لك قبل كده ان في ناس بره الوطن العربي بتخترق سياره من خلال الموبايل وعن طريق السيستم بتاع العربيه وتقدر تتحكم. جايب لك فيديو النهارده يا خالد، انفراد لنهار جديد. اختراق سياره من عن طريق يعني تكنيك جديد خالص. ومن خلال التكنيك ده يقدر من خلال من غير المفاتيح العربيه يفتح العربيه. وهندي نصايح النهارده للفيديو المرعب اللي هتشوفه دلوقتي. طيب خلينا نشوف الفيديو كده واحنا بص يا خالد معايا دلوقتي. ده كده لابتوب
وفي نظام سوفت وير وكده، ودي مفاتيح العربيه اللي معايا، معايا عربيتين اوكي، وده لابتوب وفي سوفت وير ايا كان ايه هو السوفت وير وبنشتغل ازاي مش مشكلتي. في عندي هاردوير وعندي حاجه بتبث اشاره معينه او موجه معينه عشان تتحكم في صوت الفيديو ده على فكره. مهم جدا. بفتح اللوك هنا دلوقتي بتاع العربيه الايد اللي هو ما بتفتحش. بتفتحش كده كويس. امسك هنا بص عشان احاول افتح ما بتفتحش. صوت كده فتيت كده مرتين يعني ايه فتح افتح يفتح. طب يلا اقفل تاني. ده عن طريق المفتاح ريموت كنترول. اوكي يلا سيستم كده متبرمج. طبعا في اشاره ما بين الموبايل والسيستم الجهاز اللي موجود جوه العربيه. سبت المفتاح. انا عندي هنا دلوقتي الكمبيوتر او اللابتوب، ودي عمليه يعني مرعبه شويه، لازم نوعي الناس النهارده في نهار جديد. خلي بالكم في اختراق للسيارات، وممكن لو انت في صف تاني او في مكان غير امن بعيد عن الجراج ايه اللي يحصل. الموجه شغاله دلوقتي بيدي الاوردر من غير ما نمسك المفاتيح، من غير المفاتيح اللي افتح قدامي. امسك بقى دلوقتي افتح ايدي الله العربيه اتفتحت. اوبا لا بجد حاجه يعني بص ده دي بتشتغل عن طريق بلوتوث مثلا؟ لا مش بلوتوث بقى، هقول لك ايه الموضوع بس تعالى اشوف اقوى من كده. معايا عربيه تانية دلوقتي مقفوله. يلا العربيه الثانيه. بس خلينا نقول ان ده بيحصل في العربيات الجديده. ما انا هقول لا هقول لك كل التفاصيل بس عشان كده احنا معانا عربيات قديمه زي الفل. خلينا في القديم. بص سوفت وير برامج في شويه اعدادات الحيز هقول لك بقى معطيات الموضوع بالظبط. اوكي يلا بدي دلوقتي اوردر معين للعربيه اللي جنبي دي اللي على اليمين ان مش يفتح بس اللوك العربيه ده، يفتح العربيه وينزل الازاز ويرفع اللي هو وممكن العربيه تدور كمان بتهيألي. لا انت تدور العربيه دي حاجه ثانيه بقى بعديها بعد ما تفتح. يعني بعد الاوردر ده بص اللي هيحصل دلوقتي. ايوه بص بقى هنا يمين ركز يمين او الموجه ابتعدت. هذا الايه استنى بس كده الازاز ركز في الازاز. أوبا. بص فوق كده في السقف. فتحة السقف. بص السقف. مش عارف تتفسح ولا ايه؟ ما تيجي تركب معايا يا راجل. تعال اركب. لا وعربيه برضو رقم. لا موضوع بدون ما نقول اسماء الماركات وكده لكن اسمع بقى معايا. خلاص كفايه الفيديو ده. ركنت صف تاني. انت هنا وقدامك مكان فاضي وانت بتركن وليد في عربيه جنبك وواحد قاعد بلابتوب وفاميه وحاجات زي كده. اول اشتباه الشخص ده لازم يكون فيه في نفس المسافه. وانت نازل من العربيه بتقفل هو خد الموجه بتاعتك بتاعت قفله العربيه. ركز. بعد ما بتمشي بياخد نفس الموجه يفتح بيها. فلازم عشان يخترق العربيه بالاسلوب ده يكون واقف جنبك على نفس الصف وسايبك صف تاني مش صف اول عشان يقدر يسجل الموجه اللي اتفتحت بيها العربيه التردد ده والموجه والكلام ده كله يفتحها بيقرا الشفره ويفكها ويفك. دي معلومه جديده دي بصراحه جديده. انفراد في نهار جديد. الهدف منه ايه بقى دلوقتي؟ الناس اللي بتقول لك انت بترعب لا كلام جديد حصري. خلي بالكم ما تقفوش صف تاني في اماكن غير مؤمنه. بيحصل الكلام ده فعلا. فين بيحصل؟ لا خلي بالكم وخلاص. دفاع استباقي دفعوا عن نفسكم. استباقي هو دايما فكره الجراج تبقى انت حاطط عربيتك في الجراج. أيوة. يعني مثلا على سبيل المثال وسط البلد مثلا دايما جراج التحرير انت واقف في جراج في الاخر انت العربيه هتبقى عارف هي طالعه فين وجايه منين كل الكلام ده كله تبقى انت مخلي بالك وده زي ما بيقول كده اجراء وقائي. وقائي برافو. يقول لك انا عربيتي اتسرقت الحق. طب وانا ليه؟ طب ما نشوف اهو وصلنا لايه؟ تشوف الاختراق وصل لحد فين؟ بس قول لي ده بلوتوث ولا ده لا مش بلوتوث طبعا ولا بلوتوث ولا انفرا ولا اي حاجه خالص ولا ينفع اقول التقنيه ولا الاسم ولا غيره. ماشي. في ناس متخصصين بيني وبينك بعد كويس ماشي لكن انا عايز اوري الناس ان فيه. طيب طب نامن نفسنا ازاي؟ خلي بالكم يا جماعه من الحاجات دي كلها. طيب احنا معانا اسماء. ازيك يا اسماء؟ ايه خالد ازيك؟ صباح الفل. صباح النور. قولي لي سؤالك ايه المهندس وليد؟ انا بس كنت حابه اشكره جدا كنت حابه اشكر قناه النهار لان هو انا فعلا كلمته وهو رد عليا على طول وهو وعدني ان هو يحل لي مشكلتي وانا النهارده سمعت وهو بيتكلم عنها فبجد بشكره جدا وبشكر قناه النهار. شكرا. طيب نشكرك يا اسماء. شكرا. في حد هنا بيسالك حسن بيقول لك انا كل ما انزل حاجه من المتجر بتاع جوجل بلاي بيظهر لي عند التنزيل خطا 495 ارجو الرد في اسرع وقت. هل انت دلوقتي مشترك بباقه الانترنت باقل باقه؟ طب ادخل دلوقتي اف اف ال 3 جي وادخل عن طريق الواي فاي هتلاقي المشكله اتحلت.
يبقى في الحاله دي ان الباقه مش مخليها يقدر ينزل. ادخل عن طريق الواي فاي. اوكي طيب جرب كده حسن وابعت لنا مره تانية على هاشتاج نهار جديد. طيب ارقام التليفونات احنا بنحاول ناخد تليفونات كتيره جدا، تليفونات كتيره جايه لك، بس في الاخر الاخر انا قبل ما برضو نوصل لكل التليفونات عايز اعرف ايه الطريقه برضو الست تقفش جوزها. طيب دي حاجه مهمه. الست هتمسك تليفون جوزها حلو وهتنزل برنامج معين حلو، البرنامج ده هيبقى موجود على الهاشتاج بتاع منهدد النفوس او نهار جديد، فكرته بس نقوله بس كده نخبط يعني كده على الهواء عشان في ناس ممكن ما تكونش بس تقدر تتابع على تويتر او على الفيسبوك. هو احنا مش عايزين نروج للموضوع ده، لكن أوكي. الموضوع ده هو تقدر يعني اقولها لك ازاي؟ طيب موضوع مش طالما هتتجاب بس دي حاجه مفيده على مفيده لما تليفون جوزك عمال يرن عمال على بطال هتقوله؟ انت شايف ايه؟ موضوع. طب ناخد الاتصال اللي بعديه قول لنا نقول ولا ما نقولش؟ طيب مثلا ماشي يعني على حسب راي الجمهور ماشي نشوف لان هو موضوع خطير جدا. نشوف التليفون اللي يعني جاي معانا كده يقول لنا على الموضوع ده وهي في الاخر انت يعني خلي بالك ما تلعبش بديلك عشان ما تتقفش ما تقفش. اصل على فكره دي حاجه، ده في حاجه ثانيه او ممكن يجيب تليفون ثاني للمعاكسة. في واحد ممكن يسجل اسم واحده باسم واحد بيحصل؟ طبعا. في عندنا طرق بقى ازاي الست لو شكت في جوزها تعرف ان الاسم ده مش بتاع واحد. تعرف ان هي باسم واحده حتى لو بالدلع بتاعها. اوكي جامده. طب الست كمان تعرف ازاي ان جوزها متجوز عليها اكتر من مره مش مره واحده بس يعني عن طريق الموبايل. دي عن طريق بتهيألي السجل المدني يعني حاجه زي تبع السجل المدني. كنت عرفت انا الموضوع ده ان هي بتتصل تديهم بيانات بتطلب عن طريق الانترنت. يا باشا انا عندي عن طريق الموبايل بجد. تمسك الموبايل كده يبقى معانا دلوقتي تك تك انت فين. طب يعني اقصد ان احنا ايه قول لنا طب الحاجات دي لو قلنا دلوقتي شايفين بيقولك ما تقولش شكله هو اللي هيتقفش. بص انا كنت في كايرو اي ستيف معرض القاهره التكنولوجيا معاد كنت بتكلم في الحاجات دي وكده فناس بقى ما شاء الله يعني فاقول اوعى تقولي الكلام ده فمش عايزين بقى مشاكل في كتير. كونتاكت ده ابلكيشن بتقدر تحدد منه اسم الرقم متسجل ايه او هو اسمه حقيقي يديلك تقرير او يديلك تقرير ان في رقم معين بيرن كتير جدا على التليفون اللي انت حاطه فيه او عليه البرنامج اسمه كونتاكت سباي وانت بتحدد له الرقم اللي بيبعت لك عليه التقرير او الايميل اللي بيبعت لك سيب بقى البرنامج خلاص على الموبايل. أوكي. هو هياخد له رنه في 2 في 3 في 4 جاله رقم معين ولا 20 رنه وهو حاطط التليفون تحت المخده وبيعمل فيها ان هو بيتغدى هي كده. هو الرقم اللي اخره 73 ده رقم مين؟ نعم كده. طيب هو يعني ربنا ما يحط اي زوج في الموقف ده لان هو بيبقى موقف محرج جدا بس انت تبقى مخلي بالك يعني امن نفسك على قد ما تقدر نخلي يعني التليفون تاني بالظبط نخلي بالنا بس برضو المتصل اللي اتصل دلوقتي ان التليفونات اللي بتتباع وفيها برامج يا خالد نخلي بالنا ونخلي بالنا من البرامج اللي شكلها حلو قوي على المتجر صورتها حلوه ومكتوبه بالعربي ده واحد عادي فاهم برمجه وبيبرمج عشان فيما بعد يقدر يشتغل تخيل فنخلي بالنا بس من الحاجات دي كلها دي توعيه احنا المستوى خفيف شويه المشاكل اللي بتصل دلوقتي في ناس عندها مشاكل كتير جدا في التليفونات لان كل واحد معاه تليفون واكتر حاجه تضغط على الفيسبوك. طيب انا في سؤال برضو جاي لنا بيقول لك لو التليفون قديم بقى من التليفونات اللي هي مش سمارت فون في الحاله دي هعرف اقفش جوزي ولا مش هعرف؟ ده عن طريق الرسائل يعني مثلا دلوقتي وده حقيقه ده سؤال ابن لذينه يعني لو انت معاك تليفون مش سمارت فون وهو معاه اي تليفون انت بتنزلي برنامج على التليفون بتاعه فبيبعت نسختين من الرساله يبعت الرساله اللي هو عايز يبعت لها والنسخه الثانيه عنده هو فاحنا نقول له خلي بالك من الرصيد بتاعك بيتسحب ليه؟ الرسالة تطلع دوبل طبعا بتحسب مرتين وهي بيجي لها التقرير ان بعت رسالة نصها كذا الرقم كذا والنسخة الثانية عندك. ده جامد قوي الكلام ده. ايوه ماشي عشان كده اجيبها لك انت ومراتك معاكوا تليفونات عادية مش سمارت فون انتوا الاثنين لو في الحالة دي صعب القفش في الموضوع. طيب احنا معانا احمد من القليوبية. ازيك يا احمد؟ ازيك يا خلود عامل ايه؟ صباح الفل عليك. قول لي سؤالك ايه المهندس وليد؟ سؤالي بس الموبايل بتاعي يعني وقع في الميه والبرامج اللي عليه كلها هنجي هو لسه جايبه بقالي شهر فوجيت اوديه التوكيل عمل ورجع برضه هنجي. احمد اسمه احمد؟ احمد احمد هو الميه مالهاش علاقه بالبرامج يعني انت بعد ما التليفون وقع في الميه ايه اللي حصل؟ ايه؟ هنج معايا خالص لسه جايبه بقالي شهر. طب لما وقع في الميه سبته في الميه قد ايه او لحقته قد ايه؟ عملت اسعافات قويه فتره قد ايه؟ لا ده انا جيت لبنتها بسم الله ما شاء الله حطها في الميه يعني.
طب حدد لي نوع المايه عشان اقدر اجاوب. كده البرامج اتبلت. اتبلت صح. شفت خالد بيقول لك ايه؟ شبيب بيقول لك البرامج اتبلت. اه. لا والله خلونا بجد بالتليفون باص خالص. طيب بص ما تقوليش ماركه التليفون ولكن اوصفه لي بس عشان اقدر اقول لك تتعامل معاه ازاي. اوصفه لي. يعني هو تليفون تاتش مثلا؟ تاتش. تاتش؟ البطاريه بتتشال؟ الايه؟ البطاريه يعني انت ممكن تشيل الكفر وتشيل البطاريه عادي؟ ايوه ولا البطاريه بتتقل؟ اه بتتشال عادي. طيب أيوة. اوكي هجاوبك دلوقتي. حاضر ماشي. ده التعامل بقى مع التليفونات السمارت فون. ده سؤال مهم جدا. مهم جدا. اه طبعا والكلام ده هيبقى معمم على كل الناس. ان التليفون بتاعك اذا كان الكفر بيتشال والبطاريه ممكن تتشال انت لازم تفصل مصدر الطاقه رقم واحد اول حاجه بسرعه. وتسيب التليفون واي استشوار مثلا على البارد او اي مروحه المهم تنشف التليفون تجيب مفك وتفك التليفون من ورا. مش هتقرب للشاشه ولا البورده ما تقلقش الشاشه اللي هي الشاشه العاديه بالتاتش والبورده اللي هي البورده الاساسيه او اللوحه الاساسيه بتاعت الجهاز. انا عايز الكفر البلاستيك يتشال. شلت الكفر البلاستيك هات فرشه سنان من عندك من البيت ونظف بقى وهات موس او اي كتر او اي حاجه ويعني قص الريش خليها ناعمه. ما تخليهاش نفس فرشه السنان يعني ناعم الريش بتاعت ايه فرشه السنان وباتجاه واحد لتحت بطريقه واحده نظف نظف. الحاله دي لو ميه عذبه لو ميه مالحه بقى ميه مالحه وقع مثلا في تواليت مثلا او في طريق او كده لازم تجيب فرشه بميه معدنيه وتغسل التليفون بميل يعني امسك التليفون كده وميل كده اوقع منه الملح ايوه لازم افصل في ترصيب بيحصل ما بين مقاومه ومقاومه او اي سي او الرجول بتاعه الاي سي البنز اللي تحت فبيحصل ايه تشورت. كان في المعلومه بتاعه الرز إن الرز دي كانت قديمه انه يسحب الرطوبه. ايوه بالظبط. دلوقتي احنا عندنا اساليب ثانيه يعني بس اهم حاجه إن أنا اول خطوه تعملها أشيل ان انت تقفل التليفون افصل مصدر الطاقه اللي خلاص اشيل البطاريه مره واحده مش لسه اقفل لا اشيل البطاريه يعني شيل الكفر شيل البطاريه ولو التليفون ببطاريه يعني زي مثلا اللي معاك البلت ان بقى لا اتوجه بقى لاقرب مركز صيانه معتمد ان هو يفك المسمارين اللي تحت ويحاول يفك ويشيل البطاريه البلت ان صعبه شويه على الناس. وبرده اهم حاجه ان هو يبقى قافل التليفون يعني اول ما يحصل له حاجه سواء هو ببطاريه او من غير بطاريه تفصل التيار عن التليفون تفصل التيار عن التليفون خالص تستخدم بالظبط مصدر الطاقه. ده في ناس بتروح عند ناس لان هي ممكن البورده تتحرق البورده تتحرق بقى ان هي بتعمل تشيك عن طريق باور سبلاي او بيديله فولت بعيدا عن البطاريه فيحرق البورده. لا انا عايز افصل مصدر الطاقه وانظف التليفون واستخدم فرشه السنان. ثلاثه ما تستعجلش. طيب احنا معانا اخر تليفون من جابر. يلا جابر ازيك يا جابر؟ الو قول لي اخر سؤال عندك يا جابر سريعا. الو ايوه جابر. لا يا فندم انا اسمي ايهاب مش جابر. اسمه حضرتك ايه معلش؟ ايهاب. ايهاب ايوه يا عم جابر ايهاب كله حلو ازيك يا عم ايهاب؟ صباح الفل يا صباح الفل عليك. قول لي سؤالك سريع. سؤال هو انا كان معايا موبايل نوت 2 اتسرق. الو ايوه معاك اتفضل. اتسرق فكنت عاوز اعرف احاول اجيبه ازاي. بص سرقه التليفون شكرا يا ايهاب يعني سريعا كده سرقه التليفون سريعا بقى. سرقه التليفونات عندك حاجتين. اول حاجه لازم يكون في اثبات ان معاك كرتونه او علبه بالسيريال نمبر اللي بيبدا ب 3-5 في التليفونات دي. بنعمل تشيك عليها على سيستم بنعرف ان التليفون معلوماته ايه. اثنين لازم الناس يكون عندها درايه ان في حاجه اسمها ايميل موجود على البلاي ستور من خلال لينك معين اقدر ادخل واشوف الموبايل عن طريق الجي بي اس. ادخل على google.com/ اللي هي الشرطه المايله جنب شيفت android/device manager. لو دخلت على google.com/android/device manager بيقول لي ادخل الايميل والباسورد. ادخل الايميل والباسورد يجيب لي بتاع التليفون يجيب لي اللوكيشن بتاعه او اللوكيشن اللي هو الايه الموقع الجغرافي عن طريق الجي بي اس. ودي طريقه ممكن تراقب بيها برضو جوزك لو انت خدت الايميل بتاعه مش عايزين نقول. طيب. يعني بنشكرك جدا وطبعا يعني كل خميس بيبقى عندنا اسئله كتير جدا بس ما بنلحقش نخلصها بس بنوعدكم ان شاء الله الخميس الجاي هنكمل مع مهندس وليد عبد المقصود استشاري امن المعلومات. معلومات بتبقى خطيره جدا بس في الاخر هي بتبقى ليها جانب وقائي. احنا بنهزر في الاخر ازاي تقفش جوزك والكلام ده كله بس هي دي كلها حاجات ممكن تفيدنا. معلومات تبقى كتيره شويه بس نحاول نبسطها على احنا بنتابع الهاشتاج. يعني احنا عندنا ميزه هنا في النهار الجديد ان احنا بعد اللقاء ما بيخلص احنا بنتابع الهاشتاج. مظبوط. نهار جديد تابعونا ان شاء الله كل الاسئله عندكم. لسه مستمرين. صباح الخير. صباح الخير ويعني نهاركم نهار جديد. رجعنا لكم باخر فقرات نهار جديد ليوم الخميس. اخر فقرتنا النهارده بنتكلم فيها عن آلة الناي من آلات الموسيقى الشرقيه العربيه. هي آلة بتستخدم
وسلم في التخت الشرقي أو تخت الموسيقي الشرقي. النهاردة معايا ضيفي حسين درويش، هو يعني من عازفين الناي من حوالي 15 سنة، وكمان ابتدى ان هو يعني يسلك طريق ان هو كمان بيعلم الأجيال الجديدة آلة الناي. برحب بضيفي حسين، أهلا بيك. أهلا ومرحب بيك. أهلا بيك. عايزين نبتدي مع بعض نعرف بقى بدايتك مع الناي بدأت ازاي، حبيتها ازاي، أو اشمعنى آلة الناي اللي اخترتها؟ يعني أنا في الموضوع ده الحقيقة بقول لما حد بيسألني يعني بقول إن أنا حبيت آلة الناي واتخذت القرار بتعلمها من الأول يعني. لكن الحقيقة مش كده، الحقيقة إن أنا واحد عجبني صوت الناي جدا، ويعني لما بيزيد إعجابي بشيء بتخذ تجاهه خطوة جادة، فرحت اشتريت ناي. الكلام ده من قد ايه مثلا؟ من حوالي 14 سنة. 14 سنة يعني في بالظبط، يعني تاريخ ما اشتريت الناي كان 14/2/2002. وكان في الوقت ده 14/2 ده تاريخ عيد الحب، وانا بالنسبه لي يعني اللي هو ايه كنت في وقتها مفرد يعني ما عنديش جير فريند ولا حاجه. فكانت المساله عندي انه اذا انا ما عنديش واحده ست بتحبني فلازم المزيكا تحبني وانا احب المزيكا. فاشتريت الآلة وقررت ان انا خلاص انا بتاع المزيكا والمزيكا بتاعتي. رحت اتعلمتها في مكان ولا بدأت كده مع نفسك؟ لا الحقيقة كانت خبرة شخصية بمساعدة طبعا أساتذة، اكتشفت فيما بعد انهم أساتذة كبار جدا. أستاذي الأول هو الأستاذ فؤاد العجمي، هو عازف ناي قدير كان بيشتغل ككبير رسامين في التلفزيون المصري. بعد كده لما توفاه الله قابلت عدد من الأساتذة اللي دعموني يعني وعلموني، ما حدش فيهم كان أستاذي بشكل اللي هو بشكل بتاع عم فؤاد يعني. لكن كان طبعا نذكر منهم على سبيل المثال الأستاذ علي أحمد أبو الفضل، نذكر كمان أذكر الأستاذ دو. كان ليهم فضل عليك في أن أنت تتعلم آلة الناي؟ طبعا، بس أنا لازم حقيقي أكمل وأقول أنه من الناس اللي علموني ودعموني جدا كان الأستاذ الدكتور أدري سرور، كلية تربية موسيقية. كمان هو كان وقتها أستاذ الناي في تربية موسيقية، وأعتقد أنه مازال يعني ربنا يديله طول العمر. كمان الأستاذ الراحل محمد وجدي برجاس، من الناس اللي كان لهم كبير الأثر يعني وعظيم في حياتي. طب نسمع مع بعض حاجة بقى؟ أنا موافق طبعا. يلا. بس يعني قبل ما اعزف انا ما يعني ما بيحصليش اني اتواجد على الهواء يعني في اللقاءات التلفزيونيه، وانا الحقيقه متوتر. لا يلا نسمع مع بعض. مش مجهز حاجه، فهعزف حاجه دلوقتي اللي هي حاجه من اللي سمعها لنا على الناي الاستاذ الراحل محمود عفت، استاذ آلة الناي طبعا واشهر من نار على العالم. حازف مقدمة أغنية شمس الأصيل لأم كلثوم. يلا بينا. Thank you.
اكمل انا لو عايزه اكمل بيت الحلقه اسمعك بصراحه، يعني حاجه يعني عارف راح تحس بمشاعره كده. طب يعني انت عايز نفس طويل؟ يعني ايه محتاجه نفس؟ يعني انا كنت مشفقه عليك عايز اقول لك طب يعني ايه ده ولا ايه محتاجه فعلا نفس طويل؟ انا باخد نفسي يعني بتنفس اثناء العزف زي ما اي مغني بتنفس اثناء الغناء. يعني بتحتاج طبعا نفس طويل. يعني نفسه قصير او عنده مشكله في النفس ممكن ما يعرفش يعزف هناك. لا 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 لا. ولا ممكن بالتدريب تمشي؟ طبعا يعني اكتر الاساتذه المؤثرين في تاريخ الاله كانوا بيدخنوا. ودي حاجه يعني ضد النفس وضد الصحه العامه يعني. لكن هي مش مرتبطه بال بالنفس. لا لا لا. يعني زي اللي هو ايه في اسطوره كده بتقول انه الناي بيجيب تعابين والتعبان بيرقص على الناي وبتاع. دي يعني خدعه هنديه والحقيقه انه التعبان ما بيسمعش، التعبان بدون جهاز سمعي اصلا. طب انت قررت ان انت تعلم يعني اجيال جايه الناي. بدات معاك قصه انك تدي بقى كمان تعلم دي ازاي؟ يعني امتى خدت القرار ان انت زي ما كده اساتذتك علموك؟ جه بناء عن طلب من بعض الناس اللي هم بقوا تلامذتي بعد كده. كان ابتدى الامر مع مؤسسه ثقافيه اسمها كيان. كيان للتنميه الثقافيه او كيان للخدمات الثقافيه. الموضوع عندي يعني كان مرحب بيه جدا يعني. انا وفي ناس طبعا طلعت انا كنت شايف ان انا مدرس ولا حاجه ولا استاذ حتى يعني، انا يا دوبك بعزف بتعلمهم ازاي يمسكوا الاله ويتعلموا يمسكوا الاله ويطلعوا صوت ممكن وكدا. تستخدم في الموسيقى الغربيه الناي؟ هي اله شرقيه عربيه. طبعا ممكن تستخدم طبعاً في الموسيقى الغربيه طبعا. يعني لا ثانيه واحده اغير بس الناي اللي في ايدي. طب اصل احنا الوقت بالنسبه لنا فهو يعني في الموسيقى الغربيه ممكن نعزف. طب ممكن ممكن نقول حسين وننتظرونا تاني يوم الحد في نهار جديد نكمل بقى نسمع ناي كده ونسلطن. كمل بقى.